الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. هذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا حول فهم أو محاولة فهم النفس البشرية كما هي في تصور واحد من أعلام المسلمين الكبار، واحد من الناس اللي له أثر كبير جدا في علوم الإسلام وله تجربة ذاتية جديرة بالتأمل والفهم والاعتبار، هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى. كنا وصلنا في كتاب، كان في تكليفات الأول، احفظ الله يحفظ، واحنا بنتكلم عن فكرة أثر العبادات على أو أثر الاهتمام بالروح على الجسم، مش كده؟ تمام. احنا سبحان الله الأسبوع اللي فات قلناها في أكتر من مجلس. كان في قاعد مرة معانا في المجالس، أحد المجالس، واحد من الأخوة الدكاترة، وقال إنه هذا المعنى اللي هو معنى أثر طاعات وما تولده من معاني بيحدث فعلا تغييرات حقيقية في جسم الإنسان. أنا كنت الحاجات دي بقولها قبل كده عن يقين، ثم لما ثبتت علميا أو لما أخبرني هذا الأخ، يعني قلت جيد إن الناس تشعر بهذا. وبعدين وجدنا مصداق هذا في حديث النبي اللي هو احفظ الله يحفظك، ووجدنا فهم التابعين والسلف لهذا الحديث على هذا النحو، إن العبادات لها أثر بدني. وحكينا لحضراتكم حكاية التابعي اللي قفز قفزة كده مع إنه عدى 80، فقالوا له مثلك يفعل هذا؟ قال جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وبعدين اليوم سبحان الله وانا يعني بطالع كده مجموعه حاجات، لقيت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران دواء، وقوله من لم يشفه القران فلا شفاء له، وقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. وجدت تعليقات بعض العلماء على هذه النصوص إنه القرآن الأصل فيه إنه شفاء، وهذا الشفاء شفاء للقلوب وأمراضها والنفوس وعللها، وهو شفاء بدني أيضا، شفاء بدني حسي، مش مجرد شفاء معنوي، شفاء حسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بالقرآن، وكان بيدل الصحابة على الرقية بالقرآن. وفي قصة مشهورة للإمام أبو القاسم الكفيري، أحد أئمة المسلمين وأحد علماء أهل السنة، صاحب الرسالة القشيرية، يقول إن هو مرض ابنه مرضا شديدا حتى اغتم له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فقال له أين أنت من آيات الشفاء، الآيات اللي فيها كلمة شفاء في القرآن، وهي 6 آيات. فبيقول قرأتها على ماء ويعني جعلته يشربها، فسبحان الله سبحانه وتعالى شفى ابنه بهذا السبب. وعلماءنا بيقولوا انه الشفاء لا يكون الا بيد الله سبحانه وتعالى، يعني لا الدواء بيشفي
ولا الدكاترة بيشفوا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فالشفي هو الله. أمال بناخد الدواء ليه؟ لمجرد الأخذ بالأسباب. والأسباب ممكن تبقى أسباب مادية، ممكن تبقى أسباب معنوية. بس فلهذه المناسبة احنا اتكلمنا عن فكرة حديث احفظ الله يحفظ، وده بيأكد على انه في دخل للأمور المعنوية في علاج الأنفس بل والأبدان كمان. الأمور المعنوية زي الذكر، زي القرآن، زي الصدقة، زي قول المعروف، زي تبسمك في وجه أخيك صدقة، زي العطف والحنان على الناس، زي حسن معاملة الخلق، زي التغافل، زي التغافر. دي كلها معاني. هذه المعاني مش بناخد عليها ثواب بس، لا، دي معاني بتساعدنا احنا قبل ما نساعد الناس. يعني هي لمصلحتك أولا قبل ما تكون لمصلحة الآخرين. طيب، على كل حال احنا كنا وقفنا عند بيان اثبات النفس على الجملة، واتكلمنا في ان هناك فرق بين الجماد والنبات والحيوان والانسان، وكنا رسمنا رسمة كده على السبورة، خلينا نفتكرها مع بعض، اللي هي من خلالها بنعرف الفرق بين الانسان وغيره من الكائنات. عملنا كده، عملنا جماد، نبات، حيوان، إنسان، وعملنا كده جسم نائم متحرك بالإرادة يدرك الجزئيات ويدرك الكليات. ليه احنا عايزين نعرف الفرق بين الانسان وغيره؟ لان دي حاجة من الحاجات الفارقة بين الحضارة الاسلامية والرؤية الاسلامية المعرفية واي حضارة او رؤية معرفية اخرى. احنا عندنا من الحاجات الفارقة ان الانسان مخلوق مميز، بمعنى انه خلق فريد، بمعنى انه مش هو والحيوان ليهم سلف مشترك. دي رؤية فارقة في التعامل مع النفس الانسانية. علم النفس الغربي احنا قلنا انه هو مؤطر بالنظريات الالحادية المعاصرة، اللي كثير منها بيستبطن نظرية التطور الداروينية، التي تعني في الأخير إن الإنسان هو جزء من هذا العالم لا يختلف عن هذا العالم. الصدفة جعلت له وعي مش أكتر، فهو مش مميز بحاجة. الرؤية الإسلامية ما بتقولش كده، بتقول إن التعامل مع الإنسان هيختلف عن التعامل مع الحيوان، هيختلف عن التعامل مع النبات أو الجماد. فالإنسان في الرؤية الإسلامية كائن مكرم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وبالتالي نفسه مختلفة وهو مختلف عن في طرق التعامل والعلاج عن بقية الموجودات في هذا العالم. فهو مخلوق، باختصار مخلوق فريد. طيب، فقلنا انه الجماد ده المفترض ان هو جدول، يعني ممكن نعمل كده 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 بعدين كده. طيب، فهنقول الجماد جسم، أليس كذلك؟ النبات جسم، الحيوان جسم، الإنسان جسم. كويس؟ طيب،
الجماد نامي ينمو، الترابيزات بتكبر، طيب هتصحوا كده يبقى غير نامي. النبات ينمو، حيوان الإنسان ينمو. طيب متحرك بالإرادة، الجماد يتحرك بالإرادة، النبات يتحرك بالإرادة، الحيوان يتحرك بالإرادة، الإنسان يتحرك بالإرادة. يتحرك بالإرادة يعني حركته غير آلية، مش حركة واحدة. النبات نعم يتحرك لكن حركته شبه آلية، من الأرض إلى فوق، ممكن تبقى إلى فوق وبعدين اليمين أو الشمال قليلا إذا كانت شجرة أو كذا، حركة شبه آلية. لكن التحرك بالإرادة هنا معناها إنه مفيش نمط للحركة. بتتأثر بالحركة وبتاع زي الست المسيحية والحاجات اللي هي هم والله لما قالوا متحرك بإرادة قصدوا الحركة غير الآلية أو الحركة غير النمطية، يعني حتى اللي هي المفترسة ديت هي إيه؟ حركة واحدة أو حركتين وبتتكرر. الحيوان حركته غير آلية، يعني ربي عندك قطة أو كلب أو أي حاجة هتلاقيه ما بيعملش نفس الحاجة كل يوم في نفس الوقت، مش كده؟ فده معنى متحرك بالإرادة. طيب يدرك الجزئيات، الجماد لا يدرك الجزئيات، النبات لا يدرك الجزئيات. عليكم السلام ورحمة الله. النبات لا يدرك الجزئيات، الحيوان قلنا يدرك الجزئيات، مش كده؟ الحيوان يدرك الجزئيات، الإنسان أيضا يدرك الجزئيات. وقلنا إنه إدراك الجزئيات بيتأتى من الحواس، يعني الحواس هي اللي بتؤهل الإنسان إن هو يدرك الجزئيات، بمعنى إنه يدرك حاجة بعد حاجة بعد حاجة بعد حاجة، وبعدين ياخد رد فعل تجاه كل حاجة من هذه الحاجات. أما الربط بين الحاجات دي كلها بحيث تتحول إلى معاني أو تتحول إلى كليات، أمور كلية نستنبط منها بعد ذلك سلوكيات معينة أو حاجات زي كده، فدي ميزة من ميزات الإنسان. يبقى إذن الجماد لا يدرك الكليات، النبات لا يدرك الكليات، الحيوان لا يدرك الكليات، الإنسان يدرك الكليات. تمام كده؟ قلنا إيه فايدة التمييز بين الإنسان وغيره من مخلوقات العالم على هذا النحو؟ الفائدة الأولى العلم بأن الإنسان مخلوق فريد. لاحظوا إن إحنا لو قلنا إن الإنسان والحيوان لهم سلف مشترك، تمام زي ما بيقول الغربيين، يبقى الإنسان ليس فريدا ولكنه فقط مجرد حلقة متقدمة قليلا عن الحيوان. احنا بنقول ان الانسان مخلوق فريد، بمعنى انه ليه خلق مستقل وليه نفس مستقلة، وبالتالي طريقة التعامل مستقلة، ممكن غيره يشترك معه في امور لكنه سيظل ماذا؟ سيظل مخلوقا فريدا. ده الامر الاول. الامر الثاني العلم بان الانسان مخلوق فريد. الفائدة الثانية اللي هتفيدنا في هذا الجدول هي مسألة خلقه الله بيده، كل ده داخل في معنى الفراغ، داخل في معنى الفراغ. الثانية نتذكرها دلوقتي مع الكلام إن شاء الله. طيب خلصنا من المحاضرة اللي فاتت لمعنى مهم قوي، وهو معنى إنه النفس الإنسانية جوهر. النفس دي ايه؟ جوهر، تمام. وكان أبو حامد الغزالي في آخر مقطع قرأناه مع بعض قال النفس تدرك الكلي، خلاص كده. الأعراض والأجسام لا تدرك الكليات، يعني إذا كان الإنسان يدرك الكليات
فبما يكون هذا الإدراك، بما يكون هذا الإدراك يكون بشيء يدرك الكليات أو مؤهل لإدراك أيضا الكليات. وقال الذي يقبل الكلي جوهر، جوهر المعاني، يخرج من مقتضيات الحس لتكوين معاني. طيب احنا قلنا لحضراتكم برضو المرة اللي فاتت معنى مهم قوي، وهو انه احنا كأننا في الحلقات دي بنأكد على معنى التأسيس المعرفي، او معنى المعاني النظرية اكتر. يعني اللي هيطلب من حضراتكم الخروج من هذه المحاضرات بنعمل ايه او كذا، ربما لا يجد هذا سريعا، لكن التأسيس المعرفي هذا ايضا امر مهم للغاية. طيب كنا وقفنا في كلام ابو حامد الغزالي فين؟ ماشي. كان ابو حامد الغزالي قال معنى جميل اول مرة اللي فاتت، قال ان الجوهر الذي به يمتاز الانسان عن غيره، هذا الجوهر وهو أظهر شيء أو أظهر من كل شيء في العقل، أو أظهر شيء في العقل وأخفى شيء في الحس. يعني لو جيت تدور على الجوهر ده حسا مش غير موجود حسا، طيب لو جيت تتعقله واضح خالص. ليه؟ لأنه واضح جدا ان الانسان غير بقية المخلوقات، فلابد ان يكون قد امتاز عنها بشيء ما به يدرك الكليات. طيب قال ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله، فنقول كل مبدأ يصدر منه فعل، كل مبدأ يصدر منه فعل، فإما أن يكون له شعور بفعله أو لم يكن. طيب الكلام دوت لو احنا قرأنا بس كده ممكن ايه نتلخبط، فلذلك خلينا نرسمه على السبورة الأول. طيب قبل ما تنسحي خلينا برضو نراجع اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت. قلنا النفس جوهر، هذا الجوهر مجرد عن المادة المرة اللي فاتت، مجردة عن المادة ذاتا متعلقة بها فعلا، بمعنى ان النفس تحتاج الى المادة في الفعل، فلا تفعل النفس الا بواسطة شيء مادي. وقلنا ان النفوس على قسمين، نفوس فلكية ونفوس فاكرين إنسانية. تمام. وأن النفس الإنسانية متعلقة بالجسم الإنساني فاعلة به، وتسمى أيضا النفس الناطقة، وتسمى أيضا الروح. طيب صبر يا راسي انصحة. مبادئ الأفعال هو أيهما أصل يا أخوانا؟ أيهما الأصل، الحركة ولا السكون؟ السكون هو الأصل، مش كده؟ يعني لو شفتي حاجة ساكنة ما تقوليش ليه هي ساكنة، لكن لو شفتي حاجة متحركة يبدأ اسألي راح فين وليه تحركت ومن حركها، مش كده؟ طيب فلذلك احنا لما بنسأل عن مبادئ الأفعال، لأن الأصل هو السكون. تمام. طيب مبادئ الأفعال أو العوالم التي لها فعل، العوالم التي لها فعل، يعني هو فيه كأنه فيه تصور ان الاصل هو انه هذا العالم ساكن ثم بدأ اتحرك. تمام. مبادئ الافعال اما ان يكون له شعور بفعله
أو ليس له شعور بفعله. طيب، الذي له شعور بفعله إما أن يكون له تعقل أو ليس له تعقل. طيب، والذي ليس له شعور بفعله فعله إما أن يكون فعله على نسق واحد فيري، أو فعله مختلف. طيب، يبقى إذن مبادئ الأفعال إما الذي يفعل في هذا العالم إما له شعور بفعله أو ليس له شعور بفعله. الذي له شعور بفعله إما له تعقل، يعني يشعر بفعله ويتعقل هذا الفعل ويفهم هذا الفعل ويعطي لهذا الفعل معنى، أو له شعور بفعله لكن ليس له تعقل. طيب، فالذي له تعقل قالوا برضو فعله على إما أن يكون على نسق واحد أو فعله مختلف. طيب، الفلاسفة القدامى، واللي نقل كلامهم هنا أبو حامد الغزالي في هذا الكتاب، إنهم قالوا إنه الذي له شعور بفعله وله تعقل لكن فعله على نسق واحد سموه النفس الفلكية. إيه النفس الفلكية دي؟ كان في تصور قديما إنه النجوم اللي حضراتكم شايفينها في السماء دي مش حجارة ولكنها ملائكة أو نفوس، وبعضهم بيسميها ملائكة، بعض الفلاسفة كانوا يعتبرون إن الحاجات الموجودة في السماء دي ملائكة، مخلوقات خلقها الله لتضيء لنا العالم. واضح؟ لذلك كان في اعتقاد قديم بأن هذه الأفلاك مدبرة، هي التي تدبر العالم، هي التي تنبت النبات وتصرف الرياح بل وتؤثر على حياة الإنسان إذا ولد في يوم معين أو شهر معين أو كذا. فكانوا يسمون هذه الأفلاك ماذا؟ أنفس فلكية. وبعضهم بيقول ملائكة، بعض الفلاسفة الإسلاميين يقولوا إيه؟ ملائكة. طبعا الكلام دوت فيه حق وفيه باطل، يعني العلم الحديث إذا أثبت إن هذه النجوم اللي في السماء هي عبارة عن حجارة أو أماكن ترابية كالأرض لكنها مضيئة بطريقة معينة، فلا شك إنه هذا العالم يدار بواسطة جند الله سبحانه وتعالى اللي منهم الملائكة. وإحنا عندنا نصوص بتدل على إنه الرياح لها ملك، والوحي له ملك، والموت له ملك، والإنبات له ملك، مش كده؟ فما فيش مانع أن يكون أيضا اللي بيقود هذه الأفلاك والذي يحرك هذه الحجارة والذي يضيء هذه الحجارة ممكن يكون جند من جنود الله. واضح؟ طيب، فإيه فالقصد إحنا إيه الآن بنحاول نتصور الأمور زي ما هي عند إيه؟ عند الإمام الغزالي. طيب، فقال إن دوت هنسميه النفس الفلكي. إذا كان فعله له شعور بفعله وله تعقل، يعقل فعله، عنده وعي وشعور وفهم لفعله، لكن فعله مختلف ليس على نمط واحد، لا تتوقع يبقى ايه؟ نفس الانسان.
نفس الإنسان. طيب طيب إذا كان له شعور بفعله لكن ما عندوش تعقل، تتوقعه يبقى إيه؟ نفس الحيوان. طيب نروح للقسم الثاني الذي ليس له شعور بفعله. قالوا إذا كان فعله متحد وعلى نسق واحد، قال لك ده سموه إيه؟ مش هيسموه نفس بقى، هيسموه مبدأ طبيعي، سموه مبدأ طبيعي. زي ايه بالظبط؟ زي الأجسام. الأجسام الألم ده جسم مش كده؟ لو وقعته هيقع، لو وقعته هيقع، لو وقعته هيقع، ها؟ نمط واحد من الحركة مش كده؟ لو رميته يترمي، لو رميته يترمي، فهو ايه؟ فعله على نسق واحد وليس له شعور بفعله. طيب كده؟ إذا كان فعله مختلف، قال لك ده النفس النباتي. أنا أعتبره إنه مختلف إزاي؟ إنه أقل في الآلية، أقل في الآلية من الجماد. يعني النبات ممكن يخرج من الأرض وتكون له حركة ما ناحية اليمين أو اليسار. طيب فعله مختلف، ده هنسميه الإيه؟ النفس النباتي. طيب برضو ايه الهدف من هذه التقسيمة يا اخوانا؟ ما الهدف من هذه التقسيمة؟ نفس اللي احنا قلناه في الرسمة اللي فاتت من شوية، انه النموذج المعرفي الاسلامي بيستبطن ان الانسان كائن فريد، ما كانش في يوم من الايام مثلا خلية مهملة ملقاة في مكان ثم تطورت مع الوقت وكانت أو كان لها سلف مشترك مع القرود في لحظة من اللحظات. لذلك هم اهتموا جدا بمسألة التمييز بين النفس الإنساني والنفوس المختلفة، وبالتالي طريقة التعامل مع هذه النفس سيكون مختلفا. هتلاحظوا حضراتكم في علم النفس الغربي بيعملوا تجارب على الحيوانات وبعدين يعمموا هذه التجارب، لك أكيد الإنسان هيسلك بنفس الطريقة. ممكن فعلا الإنسان يسلك بنفس الطريقة، ما الإنسان بيبوعه بيأكل، الحيوان بيبوعه بيأكل، الإنسان بيتزوج ويخلف، الحيوان بيتجوز ويخلف، لكن هل وقع هذه الأفعال الغريزية على نفس الإنسان هي نفس وقعها على الحيوان؟ إحنا بنقول لأ. يعني حتى وإن كان في الظاهر النمط واحد أو الفعل واحد، لكن الأثر النفسي ومعنى الفعل مختلف. فهمتوا إزاي؟ وبالتالي إذا كنا هنعمل في لحظة من اللحظات أو في فترة من الفترات، إحنا كناس عايزين نأسس حاجة جديدة في علم النفس، تجارب على غير الإنسان، هنعتبر إن هذه النتائج دالة وليست نهائية. دي حاجة فارقة أيضا في رؤيتنا للتجارب اللي ممكن تتعمل على حيوانات، أن هذه التجارب دالة، يعني تعطيني إشارات لكنها ليست نهائية. يعني لو أنا عندي 100 تجربة بيقولوا إن أنت لو عملت كذا هيحصل كذا، جربت على إنسان؟ لا ما جربتش على إنسان، يبقى إذن التجارب دي كلها بالنسبة لي احتمالية. يعني ممكن لما اجي اجربها على الانسان يطلع لي حاجة تانية خالص انا مش متصورة. واضح كده يا اخوانا؟ طيب المعنى ده مهم جدا 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 في عملية التأسيس المعرفي اللي احنا بنحاول نعملها مع بعض. طيب نرجع بقى لكلام ابو حامد الغزالي. أظن بعد ما فهمنا الرسمة دي نقدر نقرأ الكلام. نقرأ ولا نستنى شوية كمان؟
مفهوم الرسمة كده واضحة؟ ازاي واضحة؟ انا عايز اخليها غامضة شوية. طيب تعالوا طيب قبل ما ننتقل للكتابة للكتاب محمد الغزالي نشوفوا ازاي عرف التعريف وظيفته ايه، انه يميز ازاي عرف كل حاجة من الحاجات دي. فهتلاقوه قال ايه، قال انه هو طبعا ما عرفش هنا او مهتمش غير بتعريف النفس الانساني والنفس الحيواني والنفس النباتي، تمام؟ فلما جه يعرف النفس النباتي قال هي كمال اول. يعني ايه كمال اول؟ يعني احنا عندنا قلنا الاصل في العالم الحركة ولا السكون؟ السكون. في حركة ما يبقى إذن ده إيه؟ كمال. ده إيه؟ كمال. لأن السكون هنعتبر إن هو إيه؟ نقص، أو هو يعني إيه؟ هو دي الحالة الطبيعية. تمام كده؟ فالخروج عن هذه الحالة سعي نحو كمال. تمام كده؟ فلذلك قال إيه؟ النفس النباتي دي كمال أول. كمال أول فصلة لجسم طبيعي آلي من جهة ما يغتدي وينمو ويولد المثل. يعني كماله رايح ناحية ايه؟ اي جهة من جهات الكمال بالنسبة له هتبقى من جهة انه بياكل بيشرب نبات مش كده، وبيكبر بينمو وبايه ويولد المثل. طيب النفس الحيواني لما جه يعرفها قال هي كمال الاول لجسم طبيعي آلي. كلمة آلي هنا خد بالك، آلي هنا يعني له آلة له أداة. هيجي برضو يعرف هنا النفس الإنسان يقول كمال أول لجسم طبيعي آلي. يعني آلي يعني عنده أدوات. كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة، من جهة إيه بقى؟ هي الجهات هي اللي بتإيه؟ هي اللي بتميز كل نفس عن الثانية. من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة. النفس الإنساني هيقول كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار، ما يفعل بالاختيار العقلي والاستنباط بالرأي ويدرك الكليات. يبقى عندنا اهو لاحظوا ان الاختلاف في ماذا؟ في الجهة. اختلاف في الجهة يعني احنا الانسان والحيوان والنبات الثلاثة اجسام في الظاهر كده، اجسام مش كده طبيعية. يعني جسمي هذا
بطبيعته لا يفرق شيء عن هذا الجماد، تمام؟ ثم ماذا يحدث فيه؟ ماذا يحدث فيه؟ يحدث فيه كمال. يحدث فيه ماذا؟ كمال. الكمال دوت إذا كان هيخليني أغتزي وأنمو وأولد النسل هيبقى اسمه نبات. إذا كان الكمال ده هيخليني أدرك الجزئيات وأتحرك بالإرادة هيبقى اسمه حيوان. إذا كان الكمال ده هيخليني أفعل بالاختيار واستنبط وأدرك الكليات هيبقى اسمه نفس إنسان. خلينا نتذكر أولا ما هو الهدف من هذا التقسيم مرة أخرى. ليه إحنا بنفرق بين الإنسان أو نفس الإنسان وبقية الأنفس؟ ليه؟ ما الهدف من هذا؟ ده يفيدنا في إيه في اللي إحنا بنعمله الآن؟ طيب إيه كمان؟ طريقة التعامل مع الإنسان ينبغي أن تكون مختلفة عن سائر الموجودات في هذا الكون، يعتبر النفس متميزة عن غيره، وإن إحنا حتى وإن عملنا تجارب على غير الإنسان فينبغي أن يبقى عارف أن هذه التجارب ربما تفيد أو لا تفيد، ربما تكون محتملة غير قطعية مع الإنسان. طيب بالنسبة لمسألة الأنفس الفلكية، أنا قلت أنه كان في تصور عند الفلاسفة القدامى، وهذا التصور نقل عند الفلاسفة الإسلاميين اللي نقلوا الفلسفة اليونانية، وهي أنه هذه الكواكب اللي في السماء مش مجرد وفق يعني النموذج الفيزيائي المعاصر، يعني نموذج الفيزياء المعاصر مبني على انه او التصور هو انه الارض دي جزء من مجرة او جزء من مجموعة شمسية، هي مجموعة من مجرة، جزء من عالم مليان مجرات، مليارات المجرات، مش كده؟ وهذه الاجسام اللي في الفضاء اللي هي بتسبح في فضاء لا نعرف حتى الان نهايته، تمام، مضيئة وتتحرك، مش كده؟ ده التصور الفيزيائي المعاصر. طيب التصور القديم كان ايه؟ كان انه هناك اجسام مضيئه في امامنا، ونحن نشاهد باعيننا او بمشاهداتنا وادواتنا البسيطه انها تتحرك، تمام كده، ولها حركه معينه، تمام كده، ونشاهد ربما انه للقمر تأثير ما على مزاج الانسان او على عملية المد والجزر مثلا. فالتصور القديم انه اعتبر انه الافلاك هذه مش مجرد جمادات، ما اعتبروهاش مجرد ايه؟ جمادات. يعني التصور الحديث انه الكواكب اللي في السماء دي جمادات، تمام؟ التصور القديم انها انفس. يعني ايه انفس؟ يعني مرحلة ما بعد الجماد، يعني جماد ثم حدث له كمال ما فصار ماذا؟ صار صار نفس فلكي، ليها إرادة، ليها إرادة لكنها آلية. بل واعتبروا إنه هذه الأفلاك هي التي تدبر العالم، هي التي تدبر أمر العالم، بل وتؤثر على حياة الإنسان واختيارات الإنسان وطالع الإنسان وسعد الإنسان ونحس الإنسان. عشان كده بقى في علم الأبراج بناء على هذا التصور القديم، واضح؟ فالفلاسفة الإسلاميين اللي نقلوا الفلسفة اليونانية، خلاص، طبعا التصور ده بالنسبة لهم مش ماشي مع الرؤية الإسلامية، تمام؟ فإيه أقرب حاجة ممكن تخليهم يفهموا الموضوع دوت؟ قال لك والله أقرب حاجة عندنا في الدين تشبه اللي انتوا بتقولوا دوت الملائكة، دي أقرب حاجة. فلذلك بعض الفلاسفة الإسلاميين سمى الأنفس الفلكية ديت الايه؟ الملائكة، واضح؟ طب احنا بالنسبة لنا النموذج الفيزيائي الحديث، خلاص الكلام دوت كان ده السقف المعرفي اللي كان موجود في عهد أبو حامد الغزالي،
وبالنسبة لنا هذا أصبح ملوش محل من الإعراب، واضح كده؟ وإذا كان لي محل من الإعراب فهيبقى بشكل مختلف، وهو إنه نعم الكون هذا متحرك، الكون هذا الأجرام السماوية دي كلها بتتحرك وتدور في أفلاك معينة، وربما من غير جزم تكون بتقودها الملائكة وتحركها الملائكة في مسارات معينة رسمها لنا لها ربنا سبحانه وتعالى، ربما، لا من غير ما نجزم. فهي ممكن نقول حاجة شبه كده، ممكن نقول حاجة كده. فإذا وفق الرؤية الحديثة الكلام ده بالنسبة لنا حديثه مجرد الايه، من باب المعرفة بما كان ليس أكثر. احنا اللي هيهمنا أكثر في الواقع بتاعنا هو ان احنا نعرف هذا التمايز اللي بين الإنسان والحيوان ده، دي النقطة الفارقة بالنسبة لنا، هل هناك فارق بين الإنسان والحيوان ولا مفيش فارق بين الإنسان والحيوان؟ نعم هناك فارق بين الإنسان والحيوان، بل الرؤية الإسلامية زي ما قلنا حضراتكم مبنية على أن الإنسان مخلوق فريد، وبالتالي لا يصلح له ما يصلح لغيره، أو نقول أنه ما قد يصلح لغيره قد يصلح، قد بصيغة احتمال، واضح؟ طيب فايه واضح كده الامور؟ عندي حاجه تفكرها في الموضوع ده، ان احنا بيقولوا في نظريه اللي هي الارتباط الشرطي مبنيه على تجربه مع كلب. نعم كتير كتير من نظريات علم النفس بيعملوها على حيوانات. نعم في الحته دي، واحنا نفسنا لو حبينا ان شاء الله ربنا كرم ويبقى في ناس محترمين زي حضراتكم كده عملوا مؤلفات او عملوا تجارب او اشتغلوا في اماكن محترمه، اماكن بحثيه محترمه، يبقوا عارفين ان احنا وان اجرينا تجارب على حيوانات فالنتيجه ليست حتميه، لانه انفعال النفس الانسانيه بالعالم مختلف عن انفعال الحيوان بالعالم. ليه؟ الحيوان يدرك الجزئيات، الانسان يدرك الكليات. يعني ممكن لما نيجي نعمل كده مع بعض الناس ما يبقاش في ارتباط شرطي ولا حاجه، يعني مش شرط يكون في ارتباط شرطي عند بعض الناس على الاقل. واحنا ده يعني الاعظم من هذا بقى، انه النفس الانسانيه نفس مش فريده على مستوى مقارنتها ببقيه العالم، لا ده هي فريده حتى على مستوى نفسها، يعني مفيش نفس تشبه الأخرى، مفيش نفس تشبه الأخرى، زي بصمة الصباع كده وبصمة العين، مش كل شوية يكتشفوا إن بصمة الصباع مختلفة مش متكررة عند أي حد، ودلوقتي اكتشفوا بصمة العين، ودلوقتي اكتشفوا بصمة الصوت، وهيكتشفوا كل حاجة، يعني كل حاجة مع الوقت هيكتشفوا إن كل واحد فينا هو مخلوق فريد ما حصلش قبل كده ولا هيحصل منه بعد كده. دي الرؤية الإسلامية، وده من تجليات اسم الله الواسع، واسم الله البديع، واسم الله الباري، واسم الله الخالق، مع وجود مشتركات، يعني في مشتركات بيننا لا شك، لكن سيظل لكل واحد فرادة. دي رؤيتنا. هم الغربيين رؤيتهم ايه اللي خلتهم يؤسسوا هذه العلوم؟ رؤية مختلفة، اللي هي هذا الانسان جزء من هذا العالم، هذا الانسان كالحيوان الا انه فيه وعي، هذا الانسان حيوان متقدم شوي ليس اكثر، وبالتالي هنتعامل مع الانسان كله بصفة نمط واحد، فليصلح للأوروبي يصلح للأفريقي يصلح لكذا يصلح لكذا، من غير اعتبار حتى. وخذوا بالكم الفكرة دي زي ما أثرت في التعامل مع النفس الإنسانية عند الغربيين أثرت أيضا في تعاملهم مع الثقافات. يعني الغربيين
شايفين انه الحضارة الغربية حضارة انسانية تصلح لكل الناس، تمام كده، وبالتالي لازم كل الناس تاكل ماكدونالد وتشرب بيبسي وتلبس جينز وتعيش على النمط، نمط البرنامج اليومي الغربي، تمام، وبالتالي بيحاولوا يصدروا هذا الايه، هذا النمط. المسلمين لان كان عندهم رؤية مختلفة، خلاص، الرؤية المختلفة ديت لانه في تفرد، ها، في قدر عالي من الخصوصية والهوية على مستوى الافراد والقبائل والشعوب. هتلاقوا الناتج ايه، الناتج ايه، احنا عندنا مليار ونص مسلم لكن نمط حياتهم مش زي بعض، شكلهم مش زي بعض، يعني مش كلهم مثلا الرجال لابسين غترة وعقال مثلا، الحجاب مثلا هو يعني لو بنتكلم عن الحاجات اللي هي ايه الشكلية، شكل الحجاب مختلف، ما اتفرضش على نساء المسلمين نمط معين شكل ليه، لانه في خصوصية، في اطار عام هنتحرك فيه، هو شرط مثلا انه الا يصف ولا يشف، ده اعمله ازاي حسب ثقافتك، فهتلاقي فيه الحجاب اللي هو على الطريقة المصرية اللي هو انا مش عارف هو ايه الحقيقة، انه مصر فيها كل حاجة، وفي الحجاب اللي هو على الطريقة الماليزية والاندونيسية ده مميز خالص، في على الطريقة اللي هي الخليجية اللي هو العباية اللي هو بيسموها بيسموها ايه، لا مش الازدال، بيسموها حاجة كده يعني درعية او درع او حاجة كده، وفي طبعا طريقة المغاربة وطريقة الافارقة، طريقة الاتراك، طريقة الشوام، فما فيش نمط يعني ايه، لو انت لو قعدنا في غرفة فيها نساء من مختلف مسلمات من بقاع مختلفة من العالم هتلاقي شكلهم مختلف وكل واحدة جاية بشكل مختلف، ليه؟ في مراعاة للخصوصية باعتبار ان كل شعب كل امة كل انسان حتى هو نمط فريد، فشوفوا ظهر في ايه؟ في كده، ظهر في حاجات زي كده. الغربيين لا ما يبصوش الدنيا كده، الغربيين بيعمموا الرؤية الغربية وبيعتبروها هي ما يجب أن يكون. فإذا كان الغربيين مثلا حكم الله، فإذا كان الغربيين مثلا مروا بمرحلة الوثنية ثم مرحلة الإيمان المسيحي ثم مرحلة الإلحاد المعاصر، فدي مراحلهم التاريخية، فبيعتبروا أن دي المراحل التاريخية التي ينبغي أن يمر بها كل شعب، فلما يجوا يكتبوا التاريخ يقول لك ايه عصر عصر مش عارف الايه، عصر الظلمات وبعدين عصر الايمان اللي هو عصر الايمان المسيحي ثم عصر العلم. طب احنا كدول في الشرق الاوسط دلوقتي ما زلنا متمسكين بالدين، ما حصلش معادلنا زيهم، تقول لك انت لسه في عصر الايمان، لسه بقى هتروح لعصر العلم قدام شويه لما تتقدمه، باعتبار النموذج بتاعه التجربه التاريخيه بتاعته تجربه ايه، بشرية إنسانية، وهي تجربة أوروبية، تمام، نظرته للدين هو دينه محرف، فهو بيعتبر أن كل الأديان كذلك وهكذا، فهو بيعتبر أن تجربته إنسانية والواقع والحقيقة أنها تجربة خاصة بهذه الشعوب. طبعا إحنا لأننا في يعني في وضع حضاري وعلمي وإنساني متأخر فإحنا بنتأثر، لكن لو احنا عندنا قوة شوية، قوة علمية، قوة إيمانية، قوة حضارية، قوة مادية، قوة عسكرية، لا هتلاقي فيه شيء من المقاومة للنموذج ده، وبتلاقيك بتقدم نموذج شوية مختلف، رؤية مختلفة. الصين بتحاول تعمل حاجة زي كده دلوقتي، لكن لأن الصين عندها خواء روحي فهي هتلاقيها، واليابانيين أيضا بيحاولوا يعملوا حاجة زي كده، بيحاولوا يقدموا نموذج مختلف، لكن بيقدموا فين؟ في الصناعة، في الدنيا، مش متعلق بالإنسان. هتلاقي الياباني دوت بيلبس بدلة وكرافتة اللي هي نمط غربي بامتياز، بدلة وكرافتة دي نمط غربي، طريقة الرجل الغربي في اللبس، تمام، الصبح يلبس بدلة وكرافتة وقميص وبنطلون، ويجي بالليل لما يروح بيته يلبس الزي الياباني ويقلع الشبشب بتاعه على باب البيت وياكل بالعصيان والحاجات دي، بيعود لأصله أو يعود لإيه، لثقافته بالليل في بيته. لكن النمط السائد في بالنهار في الشركات وكذا هو النمط
لأن قدرة اليابان من الناحية الثقافية على المقاومة أضعف مننا بكتير. هم يقاوموا في الصناعة، في الحضارة، في التكنولوجيا، في العمارة، في كذا. إحنا عكس اليابانيين، إحنا عندنا مقاومة ثقافية لكن ما عندناش مقاومة عمرانية ولا صناعية. هم عندهم مقاومة صناعية، مقاومة دنيوية. فلذلك لو في عندنا إحنا قدر من القوة المادية والمعنوية كنا عملنا نموذج مختلف، لكن إحنا في وضع دلوقتي المفعول به أو في وضع المتلقي. لكن يكفينا إن إحنا نبدأ من الآن نشعر بهذا ونأكد على المعنى ده. ده البداية، كنا بنتذكر هذا مع بعضنا وكنا عارفين دوت، فدي بداية الإيه، بداية الحركة والفعل إن شاء الله تعالى. أو يعني كان 100 سنة من الاهتمام بالشخص بنفسه، كان مبني كله على ابن أخت توي. وهو عمل إيه؟ إنه النظرة الغربية هي أصلا مش نظرة غربية، وكان هي مش هي نظرتهم، بس كان تم تسويقه، وتم تسويقه ب يعني بهدف معين، وهو التحكم في تجاره. وإن الراجل ده فعلا هو اللي أخذ أفكار توي وابتدى يوديها أمريكا، وابتدا وهو اللي انشا علم الـ PR والماركتنج اصلا بسبب جانب حاجات فوي، وانه كان بيخوف الناس بالنموذج اللي حصل لهتلر واللي عمله في اليهود والمحارق وكده. وابتدا يبني هذا العلم، يعني ابتدا يقنع السياسيين بهذا الشيء. المهم يعني هو كان 4 اجزاء الوثائق ده، بس هو رائع. كم ساعه؟ مش فاكره كان كم ساعه. طب ممكن نشوفه ونخليه هو موضوع مناقشتنا المره اللي جايه؟ لانه مش المرة اللي جاية، احنا عندنا مناقشة كل 4 مرات صح؟ احنا دي المرة الكام؟ دي الثانية بعد المناقشة، يعني قدامنا مرتين، يبقى بعد اسبوعين من الاسبوع الثالث من دلوقتي من ضمن الحاجات اللي هنناقشها مع بعض ممكن الوثائق. الحقيقة ممكن تحطي اللينك بعد اذنك في المجموعة، حط لهم اللينكات في المجموعة بعد اذنك خلاص، وحد يبعتها لي على الواتس بعد اذنك. طب تمام تمام جميل قوي. هو ده اللي احنا بنقوله، انه العلوم اللي هي بيقال عليها إنسانية، بين قوسين إنسانية، هي إنسانية دي نسبة إلى الإنسان مش كده؟ الإنسان مش الأوروبي، هي نشأت في أوروبا فخدت الشكل الأوروبي، التعميم على البشرية كلها، مع إنها المفترض إن هي محصورة في الإنسان الأوروبي ونفسية الإنسان الأوروبي. ده صحيح. هو الخطأ أنا شايف إن هو مزدوج. الخطأ الأول والأكبر عندنا لا شك، تمام كده، وده ما يتحملش مسؤولية الأستاذ اللي نقل بس، لكن الوضع العام. الخطأ الثاني في الباحث الأوروبي اللي عمم نتائجه من غير دليل. فهو انت كان يجب انك تكون امين معنا اذا كانت بحوثك يعني محترمة، وتقول ان والله ده البحث عملناه في هذا النطاق، فانتوا شوفوا يعني خذوا جربوا شوفوا هل يصلح عندكم او لا يصلح. فهو خطأ مزدوج. الخطأ بتاعنا نشأ طبعا من تخلف حضاري واضح. الخطأ اللي نشأ اللي عند الرجل الاوروبي نشأ من كبر واستعلاء وغرور، واضح برضو جدا في أنماط كثيرة وسلوكيات كثيرة بتظهر كل يوم. يعني كنت قرأت الأصل من تخصص علم الاجتماع بالذات، قال إن بعد حركات الربيع العربي ينتظر معظم النظريات الثابتة في علم الاجتماع تتنافس تقريبا بحركات غير متوقعة، لأن هي فعلا كانت معظم النظريات الغربية اختبارات عن الشخص. ده من ناحية، من ناحية تانية أنا يعني من كلام حضرتك بدأت أحس إن
طب هدف علم النفس في الإسلام إيه ده؟ لو خلينا نتكلم هيبقى إيه؟ يعني إحنا كده بنتكلم بنوع من السيولة الزايدة، يعني الإنسان طول الوقت هو فريد، كل إنسان غير التاني وهكذا، هنقدر إزاي نجيب مشترك ونأسس علم النفس في الإسلام؟ وإلا هينرجع للتفكير فقط. طيب هو حاجتين، في قدر مشترك وفي قدر من التفرد. كويس، القدر المشترك احنا قلنا قبل كده ازاي نتعامل مع النفس الإنسانية باعتبار ان هي نفس ثنائية التكوين، وانه فيها حاجة اسمها الروح، هذه الروح وظيفتنا معها هي الترويض والتربية والتهذيب. ده بالنسبة للحاجة المشتركة. بالنسبة للحاجة اللي هي الإنسان متفرد فيها، تمام؟ طب أنت إذا كنت متفرد في حاجة فمش هيعرفها غالبا إلا أنت، صح كده؟ فده جزء من المسؤولية الفردية، أو مش هيعرفها غالبا إلا الخالق، فلازم تلجأ إلى الله عشان يعالج نفسك. في بعد أيضا إيماني في التعامل مع الناس، أو في جزء إنك ممكن تستعين بحد عنده بصيرة عشان يقول لك انت نفسك فيها ايه، فنبقى رجعنا لفكرة الشيخ الرباني. يبقى في الجزء المتفرد دوت بيدينا ثلاث ابعاد. البعد الاول بعد اللجوء الى الله سبحانه وتعالى لانه هو الخالق. البعد الثاني بعد المسؤولية الفردية عشان الانسان ما بقاش متدلع طول الوقت وعايز حد يطبطب عليه طول الوقت. لا، انا كل اللي بعمله معك انا كمعالج نفسي اني بنصحك من خلال المشتركات اللي بيني وبينك، لكن انا مش هبقى بابا وماما وانور واجري مع بعض. يعني انا هقدم لك مشتركات، هقدم لك حاجات معينة، لكن سيظل في زوايا في نفسك انا لن استطيع ان افتحها، لازم ده يبقى واضح. رقم ثلاثة انه هذا الجزء الفريد اللي موجود في نفس الانسان، اذا الانسان ما قدرش باللجوء الى الله وحده او انه يشعر المسؤوليه الفرديه وحده ويبحث عن علاجه بنفسه وحده، الحاجه الثالثه او المعنى الثالث هو اني استعين باهل البصيره على فهم نفسي وعلاج نفسي. مش هذا اللي بيحصل في المدارس الجديده بقى اللي بتحاول تطلع من القيود بتاعه علم النفس او المدارس المشهوره فيها؟ يعني انا زيك شويه حاسه انه هو ممكن تكون الزام بالمدارس دي، يعني المدارس دي فيها شيء كبير من الصحة وممكن نستخدمها ونستخدم الأدوات بتاعتها، بس مشكلة كل المدارس دي إنها مش بتتعامل مع الجانب الروحي عند الإنسان والاستعانة والبتاع البصيرة، بس في اللي هي الحاجات الجديدة اللي هي زي الكوتشنج، زي الحاجة الجديدة اللي بيسموها نيو إيج اللي هي حركة العصر الجديد. أيوة، والحاجات دي هي فيها مشاكلها، هي مشاكل علاقة إن ممكن يكون في اختلاف العقيدة، لكن هي عندها طول وبتؤمن باشياء كثيره من اللي احنا بنقولها. يعني ان الشخص بيبقى عنده بصيره، بس هم مش بيسموها بصيره، هم بيسموه ان الشخص لازم يكون اشتغل على نفسه وسلك مع نفسه لحد ما بقى حاسس بشويه هدوء نفسي، فساعتها نقدر نخليه يشتغل مع البني ادمين، ولما يشتغل معاهم لا هو ما يعرفش اي حاجه عنهم، فهم عندهم جزء انا مش عارف اوصل له، فالجزء ده هم لازم اللي يبقى ليه مسؤوليه فرديه. فحتى ان ده ممكن يكون الرد بتاعه هو احنا مش محتاجين نقسم ده، هو ده اكشلي هو ده الاسلام، يعني هو الاسلام هو كل الحاجات دي. لا مش قصدي كده، انا قصدي يعني الفكره بس انه ربنا، واحنا دايما نرجع لربنا وده الاصل والقيم بتاعتنا، بس الحاجات دي كلها احنا ما فيهاش ضرر. هو ممكن الانسان في كلامك اثر عندي معنى مهم قوي، وهو ان الانسان قد يدرك الحق وهو ليس من اهل الحق. كويس، يعني هما الحاجات اللي بتقولها دي هي نشأت كرد فعل عن الايغال في الماديه، تمام؟ فنشأت في الحاجات اللي هي غالبا ماخوذه من ديانات الهند والصين القديمه، تمام؟ حركة العصر الجديد وغيره هي ديانات روحية كلها قديمة أعيد بعثها، تمام؟ خلينا بقى بمناسبة كلام دوت نضيف حاجة مهمة تتعلق بالنموذج الإسلامي في علاج الناس، وهو إنه الإسلام شرط أساسي حتى تصل الناس إلى حالة علاجية. يعني الكافر سيظل طول الوقت
مريض في قلوبهم، شوف القرآن لما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. كويس. طيب هل معنى كده؟ أول حاجة إيه تفسير الحركات الروحية دي؟ ثاني حاجة هل معنى كده إن إحنا ما نقدمش العلاج الكافر؟ دول سؤالين مهمين صح؟ وتعريف الإسلام. حاضر. السؤال الأول هو كان إيه؟ إيه الحركات الروحية دي جات منين؟ الحركات الروحية دي هي بكل بساطة الوجه الشيطاني للخير. مفيش طريق من طرق الخير إلا والشيطان عمل لي طريق مقابل شبهه. شوفي النبي لما يقول، النبي لما يقعد مع أصحابه في يوم ثم يرسم خطا مستقيما، يرسم خط مستقيم بهذا الشكل. وسبحان الله علماء الحديث رسمين الرسم دي في كتب الحديث. النبي يرسم خط كده مستقيم تمام، ثم يرسم خطوط على جنبتي هذا الخط، فيقول هذا صراط الله المستقيم، وعلى رأس كل طريق من هذه الطرق دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد إن مفيش وسيلة أو طريقة أو شكل من أشكال الخير إلا والشيطان بيوجد للإنسان حاجة شبهه في الظلمات أو في الشر بحيث يلبس. ما هو إبليس سموه إبليس ليه؟ لأنه يلبس. يعني يلبس يعني يخلي الباطل شبه الحق. فهمت إزاي؟ فالإنسان إذا سلك هذه الطرق يزداد مرضا، يعني هو بيمكن الشياطين من نفسه أكثر. وأنا شفت ناس بيتكلموا عن الطرق العلاجية ديت، ولكن أنت لما بتفتح الشكرات في جسمك ديت اللي هم هدفهم فتحها، أو العين الثالثة اللي هم بيتكلموا عليها، ولك فتح هذه العين بتمكن الشياطين من جسمك أكثر. ممكن الإنسان يتحرك ويطير، لكن ده كله فعل الشياطين. فهمت إزاي؟ فلذلك أنا بقول إنه أو إحنا رؤيتنا إنه الكافر سيظل مريضا. طيب دي مبدئيا. طب هل معنى ذلك إنه إذا في حد مش مسلم يبقى إذا كان الكافر سيظل مريضا، يبقى أول خطوة وأعظم خطوة للعلاج إن الشخص يبقى مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي أكبر خطوة من خطوات العلاج ممكن تقدميها لأي حد. طيب الخطوة الثانية، مش عايز يبقى مسلم لكن استعان بينا، أو ما يسمعش عن الإسلام لكن استعان بينا، هنقول له قيم الإسلام من غير ما نقول له ماذا الإسلام؟ يعني زي ما تكون يكتب لحد الدواء، زي بالظبط نعمل على العيال الصغيرين لما نكون عايزين نديهم الدواء، يعملوا هم الدواء لأولاد الصغيرين على شكل شوكولاتة، على شكل عصير، على شكل كده. فأنت هتديه الدواء ما ينطق ده الدواء، يعني هتدليها على التأمل، على التفكر، على ذكر الله، على أنه يخلص قلبه من الحقد ومن الحسد ويرضى بقضاء الله، وانه هو يحب الخير للناس، وانه يعمل خير، وانه يعمل الناس كويس. فانت تدليها كده على ايه؟ قيم الاسلام. هيجد لهذه الامور اثر وقتي، مش هقول لك انه اثر دائم، لكن هيجد اثر وقتي. لما هيجد اثر وقتي ولو جه واعترف بهذا ويقول الحاجات دي كلها قلتها لك، انه في عندنا منبع بتنبع منه كل الحاجات دي، ممكن انت بقى تروح تاخد من المنبع بدل ما تاخد مني انا. المنبع ده اسمه الاسلام. فانت دليها على اعمال الاسلام، هي شعب الايمان. شعب الايمان اللي هي إماطة الاذى عن الطريق، اللي هي بر الوالدين، اللي هي الاخلاقيات دي كلها اللي هي من شانها ان هي فعلا تحسن من صحه الانسان النفسي. فاحنا ما بنقولش انه الخير اللي معانا قاصر علينا، لا ابدا. احنا معانا رحمه هنديها للناس. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني أو السؤال الثاني كان إيه؟ آه.
انا قلت ثلاث حاجات ونسيتهم. احنا قلنا ايه حكايه الشكرات او حكايه الحاجات الروحيه، قلنا دي من الطرق التي يوجدها الشيطان كبديل. الحاجه الثانيه كانت هل لو استعان بنا غير مسلم لا نقدم له المساعده، جاوبنا عليها. الحاجه الثالثه ايه تعريف الاسلام. تعريف الاسلام هو بسيط جدا، ما اظنش يعني ان احنا محتاجين الا اذا كنت تقصدي حاجه من ورا السؤال. لا يعني انا اقصد يعني اقصد لو هو شخص بيعمل حاجات كثيره من الاسلام، هو ممكن يكون بيعمل حاجات من الحق. هو يقول لك انا قصدي الناس دي معناها ايه، بس هو مش من اهل الحق. يعني لو انا مثلا بصلي وبتصدق وبعمل حلو هيفيده، بس انا ما قلتش الكلمه دي، بس افعالي ما قلتش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، سواء بقى انه الاسلام ما تقبلنيش وتذر يعني السبب، لكن انا فعلا مش مخلي اي شيء يتحكم فيا وماشي بطريقه كويسه يعني هيفيده لا شك. بس هل ده مش لكن مش هيسمى مسلم لانه إيه؟ انا قصدي ولا حتى يعني هو مع ربنا عنده حسابه، انا بتكلم انه في التعامل معاه هو ممكن يكون عنده صحه نفسيه اكتر او صحه بقى روحيه اكتر من شخص ممكن يكون بيقول، وده مهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بس هو بيعمل كل شيء ممكن بيدمر في ذاته. نعم. فانا شايفه ان انا مش عارفه اقول مين هو. الشهادتين عارفة. هو الشهادتين دي باب، ماشي كده، باب، ومش معنى انا فتحت الباب اني عرفت كل اللي جوه البيت كويس. لكن اخينا اللي هو دوت اللي عنده صحه نفسيه وكذا، هو بنى بيت قصد البيت ما فتحش الباب. يعني هو كل عمله انه عمل ايه، بنى بيت قدام البيت ومبسوط بيه، فيظل فعله ايضا مش هو الفعل المثالي. انت معايا؟ المسلم لا يسمى مسلم إلا عندنا وعند الله سبحانه وتعالى إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وآمن بالله الواحد الأحد سيدنا محمد رسول خاتم، إنه في بعث بعد الموت. تمام. إذا ما كانتش الحاجات دي موجودة فهو لا عندنا ولا عند الله مسلم. طيب هل الشخص المعين اللي هو مش مسلم دوت نقدر احنا نسميه مسلم اذا ما كانش عنده الحاجات ديت؟ لا ما نقدرش. طيب هل الشخص ده اقيمت عليه الحجه ولا لا؟ عند الله، الله اعلم. لكن احنا من ناحيه فقهيه احنا كمسلمين لازم نقول يكون جزء من عقيدتنا انه اي حد مش هيموت على الاسلام فهو مش مسلم ببساطه. يعني هو حتى ما بيسميش نفسه مسلم. انا كمان بسال عشان لو احنا هنتكلم ان جزء من العلاج هو الاسلام، فممكن يكون هو غير يعني ملوش اي قيمه ان انا اقعد اعالج الحاجات دي، لو هو اساسي ان هو يقول هذه الكلمه ويؤمن، يعني مش قصدي ان يقولها، قصدي ان هو يؤمن بيها. فكاني مثلا بضيع عمري في ان انا يعني بدل على شيء بس الاساس بدل على ذلك بكون بضيع عمري بقى في الاساس. طيب انا هعتبر ان انا عندي حالتين، هعتبر ان عندي حالتين. حاله واحد عنده اساس اللي هو المسلم اللي انت بتقولي دوت، خلاص عند الاساس، لكنه ما يعملش اي حاجه من لا الصدق ولا لحسن الظن ولا كذا، فهو مضيع نفسه، فهو حالته النفسيه ايه؟ متدمره، كويس؟ الشخص الثاني المقابل اللي انت بتتكلمي عليه انه شخص ما عندوش اساس، لكن ها هو ما شاء الله اموره ايه؟ اموره مستقره ومتظبطه واخر تمام، كويس؟ انا كواحد الناس بتطلب مني المساعده النفسيه، ماذا افعل؟ إذا كان مسلم ده هيسهل عليا كتير قوي. أقول له يا أخي إذا كنت مسلم فلازم تكمل، لازم تبني الأدوار ديت علشان نفسك، إحنا بنبني فيها دور بعد دور، أنت عندك الأساس، عايزين نطلع للدور العاشر مع بعض. وأنت مؤهل لكده. لأن أساسك متين. أخينا التاني ده هنحاول نقول له إن الحاجات الجميلة اللي عندك ديت لازم لها أساس عشان تفضل نفعاك في الدنيا والآخرة. تمام؟ الحاجات دي هتنفعه في الدنيا لا شك، هيبقى عنده راحة نفسية، هيبقى حاسس بان هو بيفيد الناس، هيبقى عنده حاجات معينة بتدخل عليه هو على الأقل السعادة، تمام؟ لكن مش هي دي الصورة المثالية، تمام؟ الصورة المثالية هو إن احنا نخلي الحاجات دي جذور في الأرض، فنخليه يبقى بينفذ أعمال الإسلام وفي نفس الوقت هو مقر بالإسلام. تمام؟ فأنا هشوف إيه المفقود وأكمله. تمام؟ محمد عبد الله قال وبيت الشباب الاسلام
فإحنا وظيفتنا إن إحنا نكمل الناقص عند الناس. ما احنا الكلام ده قلناه كذا مرة. بس رد الفعل بقى كان غريب جدا. اولا انا مش حاسه ان الصوت رائع. في حاجة ما تضايقنيش مثلا عشان هو ما شاركش تجربته الشخصية. بس حسيت رد الفعل كله ان كلامه قاسي جدا. وواحدة قالت لي كده صراحة انا لو كنت سمعت الكلام ده من سنة هو الحاجة اللي احنا بنقولها دي دلوقتي. انا كان زماني اول حاجة هعملها انا هنتحر. طب ليه؟ انا ما انا بحاول اعرف ايه انا ما اعرفش. انا مستغربه هو قال ايه انا ما سمعتش الحقيقه. الانسان عنده جوع فطري وطبيعي لله. طيب ما الكلام ده احنا قلناه كذا مره في دواراتنا. بس لو انا مكتئبه وسمعت ده فكانه لوم شديد ضدي على حاجه انا مش عارف اتحكم فيها لاني مريض. سبحان الله. فده بس يعني انا قصدي في الاخر ممكن البني ادم لما بيكون في هشاشه نفسيه معينه او متكسر هو ممكن يوصل بيه الحال لكده. بس يعني انت واحد جاي بيقول لك خد العلاج اهو خلاص. شوفي لما انا بقول لواحد خد العلاج اهو تفسير الحرق الفعل ده ايه؟ لو هو عامل نفسه حاجه زي وراقب كلامك مش هياخد منك لا شايل منك حاجه. طب ايه ده بيقول ايه يعني؟ لا انا اقصد حاجه ثانيه. اقصد ايه؟ هو اخينا في الساوند كده دول بيقول للناس خد العلاج اهو. كان المفترض ايه؟ ده العلاج شكرا تمام كده. لكن لو انا عندي مشكله خد العلاج اهو. ايه ده انت بتقول ان انا مريض؟ ايه ده انت بتديني علاج عشان تقول لي وتفكرني بمرضي؟ ايه ده انت بتديني العلاج علشان تزيد مرضي؟ شوفي ده اللي حضرتك بتتكلمي عليه. هو اصلا عنده اشكاليه في شعور بالذنب. هو غالبا عنده اشكاليه في شعور بالذنب تجاه ربنا تحديدا. فهي عنده خروم. ايوه لما بيقع الشيء عمل له استثارة للجزء ده. الجزء ده هو تماما من الجزء ده اللي كانوا صح لان هو عنده حساسيه تجاه الموضوع ده. في حاجات بارده. طيب هو ما بيخبط دي خالص الدارس اللي بيعمله استثارة اللي بيشوش بصوره كده. مش ايجو والله اعلم. هو ده عرض يعني على طريقه من عرض الاكتئاب وهي ليها طرق للتعامل يعني نفس المحتوى بيتقدم لمريض الاكتئاب بشكل يعني معين. احسن حاجه الطريقه اللي بتتقدم دلوقتي ما بيبقاش احسن حاجه. بيبقى بيزيد لومه لنفسه. تقصدي طب احسن طريقه للتعامل مع الناس دي ايه من خلال تجربه؟ يعني هنا زي ما حضرتك قلت ان هو اصلا في جزء في خلل فبالتالي رؤيته للحاجه اللي انا بقدمها مش زي يعني زي بقيه الناس. هو بيستقبلها. فالمفروض ان يكون في مرحله من التصريح الاول الارضيه دي تمام ان انا اعرف ابني عليها. فهي دي يعني دي الفكره في العلاج ان انت بتؤهليه لاستقبال المعلومه بشكل بس لو انا دلوقتي بقول رايي وانا عندي حريه ان انا اقول رايي وانا بقول بطريقه مهذبه وما اتريقتش على حد ولا شككت في اللي هم عايشين فيه فانا بقى بتكلم بطريقه عاديه. ما انا عارفه بالظبط من قبل. بس لما بيكونوا ناس كتير انت بتتحرك يعني هو انا هتكلم ان انا في مش حاجه. ايوه بتكلم عليا انا. بس انا بتكلم احنا لو اتحطينا في الموقف ده عشان حطيت موقف زي ده قبل كده وكان رد الفعل يعني صعب قوي على الشخص انا ما كانش قصدي اعمل ده. فاحنا يعني في طريقه في الكلام او في موضوع اكيد مش في موضوعات موضوعات لا انا بحس كله محتاجين نتكلم فيه. بس يعني كانت جروب ثيرابي مجموعه اصدقاء مش بشتغل في العلاج. لا مش بشتغل في العلاج اصلا. فانا كمان بكلم ناس مش جايبين كلهم مرضى هو ميكس. انا شايف ان اللي احنا بنقوله هنا في الدرس مش احنا عايزين احنا نتشبع بيه بالمعاني دي. يعني انا كواحد معالج او واحد عايز اساعد الناس ابقى عارف انه
طريقة العلاج بتاعتك الناجعة الناجحة هي انك اول حاجة تكون مسلم، انك تكون علاقتك بالله جيدة، انك تكون مستكمل لشعب الايمان. ده 90% او 95% من العلاج. انا ابقى عارف انا كده، مش لازم انا اقول ده صراحة للناس. يعني انا ممكن يجي لي واحد هو مش متدين، رافض اي كلام في الدين، كويس، ده لو قلت له كده مش هيجي لي يقول لي ساعدني تاني، خلاص انا عرفت سكتك ايه. تمام. انا لازم افهمه انا جايه من انهي وجهه نظر، فبالتالي يعني الصدق مع الشخص اللي جاي. ما هو الصدق في وصف العلاج، يعني انت الصدق في انك تخليه ياخد العلاج الصحيح. المصارحه بانك هتقولي له انت اعمل كذا، انا اصلا هربان من كذا، يعني هو اصلا ممكن يكون السبب الرئيسي في مشاكله النفسيه هو انه بيهرب من الاسئله الملحه على ذهنه. من انا؟ الى اين ساذهب؟ القضاء والقدر. فهو بيحاول يحور على نفسه اولا، وبيحور على اللي بيعالجه. والانسان على فكره يعني كائن محوراتي بطبعه، يعني ممكن يكون بيتكلم في 100 حاجه وهو يقصد حاجه ثانيه خالص وبيداري عليها، وهو يعي انه يداري عليها، هو عارف كده، او هو لا يعي لكن هو بيستبعد ده بيستبعد ده بيستبعد ده. فهو لذلك انت الصدق هيكون في ايه؟ في انك ما تخدعيهوش، يعني ما تقوليش والله انت علاجك في كذا وهو ليس في كذا. ده الصدق. يبقى في وضوح. انا معاك. ما احنا قلنا الانسان كائن فريد، يعني ده الخطاب ده تحديدا يصلح مع بعض الناس. بالظبط. يعني انا كنت لسه في مكالمه تليفونيه مع حد حياته كلها عاشها في وسط الليبراليين ويعني المثقفين والكده، يعني ايه اللي هي الناس اللي هم شويه يعني مختلفين. فأنا كان وجهة نظري إن احنا نتكلم مع الناس ديت بطريقة إن احنا نثير الموضوعات اللي تهمهم، ونتكلم شوية باللغة اللي هم بيفهموها، كويس؟ هو طبعا راجل كبير في السن. قال لي أنا بصراحة ضد ده. شوف خبرته أدت بيه لإيه؟ قال لك أنا طريقة فلان اللي هو ذكر لي أسماء معينة من الناس اللي بيتعاملوا مع الشباب. قال لي أنا طريقة فلان دي ما بتعجبنيش، الناس دي لازم لها هو ده الإسلام؟ وهو ده الدين وهو ده اللي عندنا. شوف الخطاب ده هو وصل له برضه امتى، خدي بالك، يعني هو بقى يقول كده امتى؟ بعد ما كبر. هو نفسه، هو الشخص ده نفسه لو كان حد تعامل معاه كده وهو في 20 و25 و30 سنه ما كان هينفر اكتر. عرفتي ازاي؟ فهو لذلك انا بقول انه ده مطلوب مع بعض الناس، انك يبقى الامر فيه وضوح وحس، تمام، على مستوى الخطاب وعلى مستوى العلاج. وفي ناس في وضوح وحسم عندي انا كمعالج، يعني انا كمعالج بالنسبه لي لا اتنازل عن الوضوح والحسم، تمام، لكن هدي للمريض ايه؟ ممكن اديله معلقه، ممكن اديله معلقتين على حسب طاقته وقوته، لانه هو مريض. بالظبط. تدرج. النبي مين زي النبي؟ يعني الواحد احيانا مثلا في بيته مع اصدقائه مع الناس اللي حواليه بيفتكر مثلا طريقه النبي في التعامل، انه ما لما الطريقه اللي بيحكيها مثلا سيدنا زيد بن حارث اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن النبي، وبعدين لما الاسلام الغى التبني ما رضيش يروح لاهله واحب يعيش مع النبي عشان يخدمه، خلاص، فيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعل. يعني هو سايبه يتصرف على طبيعته. تعالي حضرتك بقى اعملي كده مع اخوات اولادك في البيت،
او مع حد بيشتغل معاكي، انت حاجه نفسيه، لا لازم تسالي انت ليه عملت ده وليه ما عملتش ده. يعني انت غصب عنك احيانا بتوصلي لهذه الدرجه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل وفي تقبل الناس وفي سعه صدره ما حدش زيه. بس خليه هو، انا خليه لا ده مهم، لكن اخليه هو يقول لي انا مشكلتي كذا. يعني انا لو خليته هو يقول لي انا حاسس ان مشكلتي كذا، اقول له لا ده ربنا رحيم، ده ربنا كذا. انا جاي بعض الناس برضو، يعني اقول لكم دي حكاية عشان نلحق المغرب على المرة. جاي بعض الناس اتربى تربية معينة، تربية دينية قاسية، يعني لدرجة انه كان يلوم نفسه على عدم قيام الليل ويشعر بذنب فظيع انه ما قامش الليل. وكان لما يقرأ في قصص السلف والصالحين والتابعين واجتهادهم في العبادة وان هم كانوا بيختموا القرآن في يومين وثلاثة، يقول لك انا ولا شيء، ويقعد يلوم نفسه ويروح دروس وسنن وفراء وكل حاجة. تمام، الاخت دي فضلت موجودة فترة طويلة من الزمن، تمام، وبعدين المجموعة اللي هي كانت معاها حصلت منهم مشاكل كده زي ما بتحصل مع كل البشر. طبيعة المشاكل دي ان هي ما بتبقاش مش مجرد مشكلة بس بتعدي عن نفسي كده وخلاص، لكنها بتخلي الانسان يعيد التفكير تقريبا في كل حاجة تتعلق بهذه المجموعة. فبدأت تفكر في حاجات هي ما كانتش بتفكر فيها كويس، فبدأت تفكر وتسأل وتروح وتيجي وكذا. فعرفت انه اللي هي فيه دوت ما كانش هو اصح حاجة بالنسبة لها، تمام، خاصة ان هي وصلت ل 45 سنة وما اتجوزتش بزعم ان هي متفرغة للعبادة ولكذا وبتاع. فهي كأنها واحدة ما عاشتش حياتها، بنت صغيرة ما عاشتش حياتها خالص. فكانت لما بتيجي تقعد معايا، طبعا هي مفكرة بقى ايه ان انا يعني هقول لها بقى انت جزاك الله خير وكده، طبعا هي جزاها الله خير لا شك. فانا كنت بقول لها حضرتك ما تصليش غير الفرائض بس لمدة 3 سنين، ما تصليش سنن، لا تصلي سنن لمدة 3 سنين، انت كده زي الفل. رمضان جه صلي رمضان بس، تعمليش حاجة تاني. يا دكتور ما بقرأ قرآن كذا، انا مش قادرة، التفكير بيقتلني الى اخره. انت كده زي الفل، احنا طالما الواحد يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات هو كده في الامان. اللي حضرتك عايزة ده زيادة اسمها نوافل، اسمها نوافل، احنا مش هنكون ملكين اكثر من الملك، فاهدي. وكنت بقترح لها احيانا اتفرج على التلفزيون، اتفرج على مسلسلات، شوفي افلام وثائقيه، رفهي عن نفسك، عيشي حياتك كويس، لو حد قدامك تتجوزيه. وكنت احيانا والله يعني بعد ما خايف عليا شويه اقول لها انت، اقول لك على سؤال، طبعا الكلام ده مش هينفع نقوله في التسجيلات، كنت اقول لها احيانا يعني بصراحه حته المسؤوليه الفرديه عن العلاج، انا اظن ان هي من الحاجات الفارقه. كثير من الحالات اللي الواحد بتتحكي له او بيسمع عنها بشعر ان هي طلب الاهتمام الزائد، يعني مفيش مرض معين لكنه طلب الاهتمام الزائد. يعني بنت مثلا عايزة اهلها يهتموا بيها زيادة، امها مثلا تزوجت بعد ابوها او كذا، فحست انه امها بتشتغل بها زي زمان او كذا، فدخلت في دور اكتئاب، مش عايزة تروح المدرسة، مش عايزة كذا. ومع الوقت الموضوع بيزيد بيزيد بيزيد، وهو في الحقيقة مش حاجة معينة إلا إن هي طلب لمسألة إن يكون في اهتمام أو كذا. مهم جداً.
مش تسهيل لا تمام عمل فهم حضرتك بيبقى وراه هذا الشيء ان هو يبتدي يفهم ان الناس اخرهم يدوا لي ايه لان في ناس عندها افتراض ان الناس احسنتي لان نفس الحاله اللي انا بحكي عليها ديت بتقول لي انه او امها يعني تحكي لي عنها بتقول لي ان هي عايزاني 24 ساعه معاها مع ان البنت على وشك جامعه بتنام في حضنها لحد دلوقتي فهمتي ازاي اذا والدتها اتاخرت في الشغل بتتصل تزعق لها كده لما بتجيب لها سيره مثلا زوجها اللي هو زوجها ممكن تقع على الارض فانا والله ان الكلام ده فعلا قلته لها هو نفس الكلام ده قلت لها لا ده مش طبيعي هي لازم تعرف ان حضرتك ليكي حياتك وان انت مش ملك ليها طول الوقت وان هي نسيبها في يوم من الايام هي كمان هتنفصل عنك هي ما زالت كانها دلوقتي في مرحله البيبي قبل الفطام اللي مش عايز يسيب امه وده مش مظبوط لا عليكي ولا عليها فالفكره اللي حضرتك بتقوليها مهمه جدا انه لازم الشخص يبقى عارف الناس ممكن تديني ايه لحد فين وهنا بقى يجي جزء بتاع انا علاقتي بربنا ايه لانه ده برضه وراه عدم احساس بالامان لازم يبقى انا فاهم بقى الاحساس ده جاي من امتى وده هنا يجي فرويد بقى اللي هو انا جزء في الطفوله فلما بفهم ده بيفك عندي حاجات كتير كويس ده رقم اتنين ان انا ابتدي اشوف بقى انا بفهم عن ربنا ايه انا عندي مشكله في اسمه الولي الوكيل انا عندي مشكله في التوكل ابتدي افهم ان وكلمه مشكله مش معناها بقى ان انت بني ادم بشع لان هو لما بقول لشخص يعني عندنا مشكله في الحته دي بتتسمع انا بشع انت بشع يعني قصدي حتى المصطلحات دي ممكن دي بتتسمع حاجه ثانيه لانه يمكن ده في رايي ان الناس اللي عندها نظره علميه بتستخدم مصطلحات عقليه قوي وممكن يبقى شخص عنده الم ما الكلام ده يسمعه يعني او يحس ان هو تحقير بس ممكن يكون اللي قدامي ده مش قصده كده خالص عشان كده اسلوب الكلام هو انا حاسه ان هو مش اسلوب الكلام بس هو فكره التقبل ان لازم يكون في مسيره مع الشخص وكنت لسه بقول لها ان انا عشان كده بقول الصدق مهم لان وجهه النظر علم النفس انه انا لازم انا علاقتي مهنيه وعلاقتي وقتيه ومش لازم يعرف الشخص عني بس انا بحس ان انا كان قصدي ان انا اقول ان ده الكلام هو لازم يبقى فاهم ان ده المنطلق بتاعي عشان ده الصدق وان احنا بنبتدي علاقه مش لازم تؤمن باي حاجه اللي انا مؤمنه بيها بس دي طريقتي في الحياه وده الجزء اللي نافع معايا وفي جزء انا مش فاهماه ولا عارفه هو بيتعمل ازاي لان انا محدوده وعندي محدوديه انا مقتنعه بيها انا شايفه ان ده بيدي سلام وبيدي صدق في العلاقه وان هو ده لو احنا مش عارفين نجيب الشكل الرباني دي اكتر حاجه احنا بنقدر نعملها نكون صادقين وواضحين بس مش قصدي كلامك فكرني بكلام حد من الاساتذه اللي احنا درسنا على ايديهم زمان كان بيدرس لنا ماده اسمها احنا في الكليات الشرعيه في الازهر بندرس ماده اسمها الخطابه تمام كده يعني اللي هو ازاي تبقى جماهيري وتكلم الناس وحاجات زي كده في الماده ديت معروف قوي انه الدين انت كواحد بتعرض دين على الناس مفيش حاجه تستخبى يعني في عهد كده ربنا خده على اي حد بيبلغ الدين انه ما يكتمش حاجه فكل حاجه لازم تتقال كويس حتى لو حاجات سياسيه قال حتى لو حاجات سياسيه قال لي لكن الحكمه هتقولها ازاي يعني هو المبدا ان هو ايه مفيش حاجه تستخبى لان ده 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 وظيفتك لكن في حاجه اسمها البصيره الحكمه في الدعوه اللي هي انت هتقولها ازاي فهو نفس الكلام انا دلوقتي عندي وضوح لكن هوصله له ازاي في بعض الناس اقول لهم والله احنا منطلقنا كذا بعض الناس هقول له ده وفق كذا يعني في ناس هقول له بعد جلسه او اثنين او ثلاثه في ناس هخليه هو يفهم ده لوحده هو زي ما قلنا كل واحد ليه طريقه معينه في التعامل ما تنفعش مع التاني مش الصنبه وهنعملها وخلاص فلذلك المعالج ايضا او الشخص اللي بيساعد الناس لازم عنده التنوع ده انه عنده قدره وقابليه انه يتعامل مع اكثر من شخص في اكثر من حاله على اكثر من نمط
ما يبقاش هو كأنه ما عندوش مرونة كافية، بحيث ان هو ايه اول ما المريض بيدخل لي انا في الجلسة الاولى انا بعرفه فيها 1 2 3 4، وبعدين بعد ما اخلص انا عملت تشيك، الجلسة الثانية هنعمل كذا 1 2 3 4. ما اظنش ان دي الطريقة المثلى في التعامل مع الناس. هو احنا اللي احنا بنطرحه في الجلسات دي هو كأنه بنصور علم النفس اللي موجود، وبنقدم حاجة مختلفة تماما، هي ما اعرفش هي موجودة ولا غير موجودة، لكن اللي انا مقتنع به شخصيا انه الموضوع مش هيبقى غير كده، يعني لن يكون غير ذلك. هو انا في حالات كتير جبت نفس الاضطرابات اللي حصلت معايا دي، كنت بقصده واقول هو ده الحل، اللي جربوا لسه انا كان ماشي، شوفوا انت هتعملوا ايه ونتكلم تاني وسيبني بقى. يقعدوا بقى عايزه طول البال الموضوع شهر 2 3 يرجعوا تاني، يبقى مخصمان مش مدي مخصمان لسه 4 شهور. على فين؟ انا مش عايزه اشوفك، مش عايزه اتكلم معاك تاني، خلاص براحتك مفيش مشكله. بعد قالوا طب وانت ليه بقى عايزه اشوفك؟ بعد ما جت تاني بقى بالظبط، عشان انا انت بتوريني الحقيقه وانا مش عايزه اشوفك، انا ما اقدرش اتحملها. هي قالت بقى، قلت لها طب ما ناخدها بالراحه واحده واحده، نعملها بالراحه، شوفها تيجي ازاي، واللي تقدري عليها اليوم، واللي ما تقدريش تلاقي تاني كلها نفسها الا بتاعتك. ففي 3 شروط اساسيه في العلاقه ما بين المعالج والمريض او اللي محتاج مساعده، التقبل، انا متقبلاها، وده هم بيقروه من غير ما انت تسمع، ما الواحد يمثل ولا يدعي، النفس بتقرا النفس اللي زيها داخليا، بيبان متقبله ولا لا. حتى درجة في بعض الكتب الصوفية قالوا ان الغيبة لما الواحد بيجيب سيرة واحد ويقعد يقعد معاه، النفس بتقرا النفس دي، فبتبقى نافلة منها وهي مش عارفة ايه. فقال التقبل والتعاطف، ان انت بتحس فعلا ان انا متعاطفة، اللي جابني ليكي ان انا حسيت ان انت كنت فعلا زعلانة عشاني واقفة جنبي، مع ان انا افكاري غير افكاري خالص والدنيا مختلفة. قلت لها ماشي، ما انت يا بنتي بتاعت ربنا وانا بتاعت، احنا كلنا بتوع ربنا، مش مالناش في بعض حاجة، احنا بس بنقول ربنا يستر كده ويسلم ويعديها على خير. يعني تالت حاجة الصدق كده، التقبل والتعاطف والصدق، يعني كنت صادقة معاها في كل حاجة، بس برضه بالراحة، واللي تحصلها مني صدمة اقول لها خلاص مش مشكلة، محدش عمل كل حاجة. مشي كده الحمد لله، بقالنا مع بعض 2 سنين الحمد لله، الحمد لله وصلنا لحالة. وبعد الـ2 سنين في نتيجة؟ جدا في كل حاجة، وهي بتعمل بقى لوحدها دلوقتي. يعني خلاص ما عادش فيه المشورة الكبيرة بتاعت الأول دي، يا دوب ايه بنشايف كده على المواضيع وايه نقدر نعمله، طب نتثقف، طب نروح، طب نعمل عادي، الدنيا بتروح وتيجي. احنا نفسنا لو حد يورينا بحاجة، يعني انا مش فاهمة حد، انا هو باجي لوحدي وهو بيقول ان انا اجي لوحدي، ممكن فعلا الناس تنفص. هو جريح فعلا، فمحتاج حد يطبطب عليه، حتى وان كان مش هنقول بالخداع، لكن بالتدرج، يعني يقول له انت كويس بس لو تعمل كذا كذا كذا، يعني هو استخدام اللغة الإيجابية مش اللغة السلبية، يعني مش هقول له انت وحش عشان بتعمل كذا كذا، لا هقول له انت حلو لو عملت كذا كذا، يعني دايما لغة الكلام. وانا كنت لسه يعني كاتب حاجة في الموضوع دوت قريب، بقول انه الكلام اللغة، لغة المشاعر السلبية لما بننطق بيها وبنحكيها للناس كأنها نبتة، نبتة احنا بنسقيها. فلذلك افضل حل ناحية اي مشاعر سلبية ان هي اولا ما تجيش، يعني ان انا اولا ما يبقاش عندي اي مشاعر سلبية. رقم 2، اذا جت ما احكيش لحد. طب انا محتاج احكي لحد، الدعاء، في وظيفة الدعاء، او هحكي لحد على سبيل انه يساعدني، يعني ايه مشورة، نصيحة، او يبقى فيه هدف من اخراج المشاعر السلبية دي. لكن اللي بيحصل بين الاصدقاء والصديقات ان هو جلسة عشان كل واحد يبخ اللي عنده، ونقوم كلنا من القعدة متضايقين من بعض، او الواحد متضايق مش عارف ليه، الجلسة كانت كلها طاقة سلبية، ده مش صح، احنا بنأذي بعض. وبعدين
انت لا تظن انك بمجرد ما حكيت انك فرغت، لا ده انت ثبتت المعنى، ان هو كان مجرد نبتة انت سقيتها بالكلام وبعدين زدت في الكلام، فممكن يتحول هذا الكلام بعد ذلك الى افعال وممارسات ما كانتش تخطر على بالك. طيب هنرجع لابو حامد الغزالي ولا؟ اللغة مهمة، اللغة مهمة، لغة الكلام مهمة، حتى مش مع المرضى بالمناسبة، مش مع المرضى، احنا نفسنا كناس وان كنا يعني مرضنا مش ظاهر مرضى، لكن مرضنا مش واضح يعني بيعطلنا، ما بيعطلش حياتنا، ها، لكن احنا برضو بنحب الكلمة الطيبة. شوف لما ربنا يقول وهدوا الى الطيب من القول، يعني ان الواحد يوفق للكلمة الطيبة دي حاجة كويسة. والكلمة الطيبة مش معناها ان انا ما اذيش اللي قدامي، ان مثلا ما اشتمهوش، لا، الكلمة الطيبة ممكن ان انا ما صدرلوش مشاعر، دي من الكلمة الطيبة، ان كلامي يبقى في الاتجاه الايجابي مش في الاتجاه السلبي، احنا كلنا محتاجين ده. الألسنة مغاير في القلوب، لا شك، لا شك، الألسنة مغاير في القلوب. طيب نرجع لل أبو حامد الغزالي. طيب إحنا قلنا إنه بيبدأ يقسم الموجودات بحسب الخصائص، وقلنا إنه الفائدة العظمى من هذا التقسيم هو إنه نعرف إنه الإنسان مخلوق متفرد، وطرق التعامل معه ينبغي أن تكون على قدر هذا التفرد. فبيقول فنقول كل مبدأ يصدر منه فعل، فإما أن يكون له شعور بفعله أو لم يكن، فإن لم يكن له شعور فإما أن يكون فعله متحدا على نسق واحد، وإما أن يكون مختلفا، وإن كان له شعور فإما أن يكون له تعقل أو لم يكن، فإن كان له تعقل فإما أن يكون فعله متحدا على نسق واحد وإما أن يكون مختلفا. فهذه خمسة أقسام، خمس أقسام اللي هم إيه قدامنا دولة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ليس كذلك؟ فما كان فعله متحدا وليس له شعور فذلك المبدأ يسمى مبدأ طبيعيا، كما في الأجسام الثقيلة من الهبوط وفي الخفيفة من الصعود، اسمه مبدأ إيه؟ مبدأ طبيعي، لأن فعله ماذا؟ متحد، فعله متحد وعلى نسق واحد وليس له ماذا؟ وليس له شعور. وإن كان فعله مختلفا وليس له شعور فهو النفس النباتي، فإن النبات يتحرك حركات مختلفة، وإن كان له شعور وليس له تعقل فهو النفس الحيواني، وإن كان له تعقل ومع التعقل اختيار في الفعل والترك فهو النفس الإنساني، وإن كان له تعقل وفعله على نهج واحد غير مختلف فهو النفس الفلكي. هحط كده بين قوسين وفق الرؤية الكونية القديمة، وفق الرؤية الكونية القديمة. الملائكة مخلوقات نورانية لطيفة لا تعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، عبادتهم عبادة جبلية، يعني هم مجبولون على الطاعة، لا تتصور منهم معصية، لا تخطر على بالهم معصية أصلا. طيب فلهم إرادة بمعنى اختيار بين خير وشر؟ لا، ما لهمش، لا، هم يعني هم لا يختارون أيضا، يعني هم مأمورون، يفعلون ما يؤمرون، مش ربنا قال كده يفعلون ما يؤمرون؟ يبقى ما فيش فعل خارج الأمر. وإن كان له تعقل وفعله على نهج واحد، ما قالش إن له إرادة. لا، هي ممكن، لا، هم يعني إذا قلنا، إذا مشينا الكلام دوت على قول الفلاسفة وقلنا إن هم فسروا الأفلاك باعتبارها ملائكة، فهيفسروها داخل المفهوم دوت، وهي إنها تفعل ذلك بأمر من الله، تمام؟
ومع ذلك انت لازم تبقى عارفة ان مش كل حاجة قالها الفلاسفة المسلمين ماشية مع العقيدة. بعضهم خرج من الدين، يعني ابو حمد الغزالي نفسه هنا لما قرأ في كتب الفلسفة قال الفلاسفة ليس كل ما عندهم يحمد وليس كل ما عندهم يذم، في قضايا اللي بيقولها منهم يبقى خارج الملة، وفي قضايا اللي بيقولها منهم يبقى مسلم لكنه مبتدع، وفي قضايا لا يختلف عليها اثنين. القضايا التي كفروا بها ثلاثة: قولهم بقدم العالم، قولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات، وقولهم بالحشر الروحاني أو عدم الحشر الجسماني. دي ثلاث قضايا من يقول بها من الفلاسفة فهو ليس مسلما لأنه كلامه مخالف لصريح القرآن والسنة. وفي قضايا تانية اللي يقولها منهم يبقى مبتدع، زي مثلا تعطيل الصفات الإلهية، إن الله غير موصوف بالصفات المختلفة التي وصف بها نفسه. القضايا التي لا يختلف عليها اثنين زي الحاجات اللي بيدرسوها في الزراعة وفي الرياضة وفي الأفلاك وفي النجوم وفي الحاجات هي الرياضية الصناعية الطبيعية، لأن زمان كان الحاجات دي كلها تدرس في الفلسفة وزي المنطق وغيره. طيب، قال بعد كده هتكلم عن رسوم النفوس الثلاثة. كلمة رسوم يعني تعاريف، يعني تعريفات. تمام، فنرسم النفوس الثلاثة بمراسمها، فإن شرائط الحد الحقيقي متعذر وجودها هنا بل وفي كل الموجودات. الحد يعني التعريف برضه، الحد يعني التعريف برضه. فهو كأنه بيقول إن إحنا علشان نعرف الحاجة على حقيقتها ده متعذر. إحنا هيبقى لنا إيه؟ التعريف الشكلي، التعريف الظاهري. واضح كده؟ يعني هعرف الموجودات من خلال مظاهرها وليس من خلال حقائقها. ليه؟ لأن مش هعرف حاجة أنا مش عارفها. احنا قلنا إن العلم قبل كده لو تفتكروا نوعين، تمام كده؟ معرفة الأشياء بحقائقها ومعرفة الأشياء بمظاهرها. طب الحقيقة أنا مش عارفها، فأنا لما هاجي أوصف لك الحاجة دي أوصفها لك من حيث الظاهر وليس من حيث الباطن أو الحقيقة. طيب، فهو بيقول هنا فإن شرائط الحد الحقيقي متعذر وجودها هنا بل وفي كل الموجودات. فنقول فهو كده هيعرف بقى إيه النفوس من خلال إيه الظاهر، وهو يبقى كده خرج من إشكالية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني هو كأنه كده بيقول لك إيه، أنا سأعرف الروح أو النفس دي بما يبدو لي منها، لكن ما هي حقيقتها ما دخلش هو في الموضوع ده. قال وأما النفس النباتية فهي الكمال الأول لجسم آلي طبيعي من جهة ما يغتذي وينمو ويولد المثل، وأما النفس الحيوانية فهي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة، وأما النفس الإنسانية فهي الكمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار العقلي والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية. هيبدأ بعد ذلك يشرح التعريف، فهيقول وقولنا الكمال الأول أي من غير واسطة كمال آخر، لأن الكمال قد يكون أولا وقد يكون ثانيا. يعني إيه؟ يعني إحنا زي ما قلنا كده افترضنا إن الأصل هو حالة السكون، ثم بعد ذلك حالة الحركة دي هنصطلح أو هنسميها كمال، وهذا الكمال حصل كمال أول يعني من غير ما يسبق شيء، فهو أول شيء يحصل في هذه النفس أو في هذا المخلوق الموجود في العالم، أول شيء يحصل بعد حالة السكون هذه. وقولنا آلي أي ذي آلات يستعين بها ذلك الكمال الأول في تحصيل الكمالات الثانية والثالثة. كل هذه النفوس، تمام كده، مبدأ فعلها كمال أول. تمام، طب الكمالات الثانية والثالثة هتكون إيه بقى؟ هتكون بالنسبة للإنسان ما يضعه الله سبحانه وتعالى فيه من العلوم الأولية، ده الكمال الثاني. هتكون بالنسبة للإنسان الكمال الثالث
ما يكتسبه بعد ذلك من العلوم المكتسبة. واضح؟ ولفظ الكمال الأول من لفظ القوة، لأن القوة تكون بالنسبة إلى ما يصدر عنها من الأفعال، وبالقياس إلى ما تقبله من الصور المحسوسة والمعقولة. وإطلاق لفظ القوة عليهما يكون باشتراك الاسم، فيكون الحد مشتملا على لفظ مشترك، وإن عني بالحد أحدهما كان الحد ناقصا. ولفظ الكمال يشمل القوتين بالتواطؤ فهو أولى، فإن قيل إنه صورة كان ذلك بالإضافة إلى المادة التي تحلها، فيجتمع منها جوهر نباتي أو حيواني. طيب، يعني هو عايز يقول إنه النفوس فيها كمال أول، خلاص كده، وهذا الكمال الأول معناه القوة، القوة على استقبال الكمالات التي ستأتي بعد ذلك. يعني هذه النفوس المختلفة، تمام كده، فيها كمال. يعني ايه كمال؟ يعني استعداد، يعني تهيئ. فالنبات في استعداد، في تهيئ لانه ينمو ويغتذي ويتولد. الحيوان فيه استعداد، فيه كمال لانه ينمو ايضا ويتحرك حركة. ما الانسان فيه استعداد وقوة وتهيؤ لأنه يتحرك وينمو ويدرك الكليات، تمام. فالكمال الأول معناه الاستعداد أو التهيؤ، تمام كده، بخلاف النبات الجماد مثلا، خلاص كده، الجماد ما فيهوش الاستعداد للنمو، فلا يوجد فيه هذا الكمال الأول. وإن كان فيه كمال آخر، وهو كمال أنه يتحرك لا باختياره، زي الجسم الطبيعي هنا، تمام كده، تمام. واللفظ الكمالي يشمل قوتين. ايه القوتين؟ القوة الأولى اللي هي قلنا الاستعداد، القوة الثانية قوة تقبل المحسوسات والمعقولات. ولفظ الكمال يشمل القوتين. طبعا هننسب هنا لفظ الكمال لما يصلح له، فكمال أول بالنسبة للنبات هيصلح له إيه؟ الاستعداد. بالنسبة للإنسان هيبقى المحسوسات والمعقولات. بالنسبة للحيوان هيبقى المحسوسات فقط أو المعقولات الجزئية. فاللفظ يصلح لأنه يطلق على الثلاثة، ولما يطلق على كل واحد من الثلاثة يفهم كل واحد بحسب ما أضيف إليه. ولفظ الكمال بالقياس إلى جملة الجواهر والاستكمال الجنس به نوع محصل في الأنواع، وهو نسبة الخاص إلى الشيء العام الغير بعيد من جوهره، فهو أولى من لفظ الصورة. يعني هو كأنه عايز يقول لك ليه ما استخدمتش لفظ الصورة أو لفظ القوة. فهو قال إن لفظ الكمال أقرب في الاستعمال، أقرب في الاستعمال من ناحية الإيه؟ من ناحية التعريف. ويجب أن يعلم أنه إذا قيل نفس على صورة الفلك وعلى صورة النبات والحيوان والإنسان، فإنما يقال باشتراك الاسم. يعني إيه باشتراك الاسم؟ يعني قد يقال نفس ويراد بها هذا، وقد يطلق نفس ويراد بها هذا، وقد تطلق كلمة نفس ويراد بها هذا. فكلمة نفس بمفردها لا يراد بها شيء بعينه، تمام كده، فهو لفظ مشترك. يعني قد يطلق على هذا وقد يطلق على هذا وقد يطلق على هذا. فإن النفوس الفلكية ليست تفعل بآلات، ولا الحياة فيها حياة التغذي والنمو، ولا إحساسها إحساس الحيوان، ولا نطقها نطق الإنسان. طيب، بعد كده هيتكلم إن النفس جوهر. إحنا قلنا قبل كده إنه أجزاء هذا العالم إما جواهر وإما أعراض، تمام كده؟ طيب، ليه بنقول إن النفس ينبغي أن تكون جوهر مش عرض؟ لأنها مخلوق مستقل، مخلوق مستقل، مش صفة من صفات الإنسان ولا هيئة من هيئات الإنسان، تمام؟
لكنها شيء آخر، بحيث هذا الجسم مهما اختلف فهي لا تختلف، مهما صغر أو كبر فهو لا، النفس أو الروح لا تكبر ولا تصغر. تمام؟ الجسم فني، الروح لا تفنى. واضح كده؟ طب ليه ما قلناش إنه النفس جسم؟ لأنه جسم معناها إنه مركب من أجزاء، وهي بحسب اللي بنفهمه من النصوص ومن كلام العلماء إن هي جوهر بسيط. جوهر إيه؟ بسيط، مش مركب. تمام كده؟ فلذلك هو هيتكلم هنا عن إنه بيان النفس بسيط، يعني غير مركب، غير مركب من أجزاء. غير مركب من أجزاء. تمام. بعد كده كما النفس جوهر، وذلك قال وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل. فاكرين لما قلنا حضراتكم قبل كده نظرة الماديين والإلهيين للنفس؟ فاكرينها؟ احنا قلنا قبل كده انه الإلهيين بينظروا للنفس باعتبارها جوهر روحي لا يتبدل، جوهر روحي لا يتبدل، ماشي، بسبب البدن ولا يتشوه ولا ينقص ولا يزيد. تمام؟ بسبب البدن. وغايتها، غاية هذه النفس عند الإلهيين، الخلاص من سجنها والتحرر من البدن. أما الماديون فقالوا إن النفس إما جسم يعني مركبة، أو قالوا هي عرض يعني صفة من صفات البدن، صفة من صفات الإنسان. طيب، فإذا أبو حامد الغزالي بيتكلم الآن على إنه النفس جوهر، لا هي عرض، لا هي صفة من صفات البدن، مش صفة من صفات البدن، ولا هي جسم آخر داخل الجسم، ولكنها جوهر بسيط. طيب، قال وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل، أما الشرع فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر، وكذلك العقوبات الواردة بعد الممات تدل على أن النفس جوهر، فإن الألم وإن حل بالبدن فلأجل النفس، يعني الذي يدرك الألم هو النفس، بدليل انه لا، مش الفكر، مش الفكره، الانسان اللي هو الجسد اذا مات ما يضرب بميت الى الانسان اذا كان ميت لا يشعر، لا يتحرك. طب ايه اللي كان بيخليه لما تضربه كده ينتفض وهو حي؟ الروح اللي كانت فيه التي تشعره بالالم. أيوة، ما قلناش نكسر. لا، هو الميت يا فندم لا يشعر، لأنه الشعور بيحصل بالروح. مسألة كسر عظم الميت ميتا، كسر عظم الإنسان ميتا ككسر الحي، معناها ان كرامة الانسان محفوظة في الحياة وبعد الممات، مش معنى الميت انه انتهك، ده المعنى. واضح؟ بيسمع، نعم، حتى هو حي، السماع والألم والبصر والإحساس والسعادة والغضب وسائر المعاني، ليس بالجسد. الجسد احنا قلنا عبارة عن جاكيت، عبارة عن غطاء، كل المعاني تدرك بالروح اللي هي وهي داخل الجسد بنسميها نفس. ثم للنفس عذاب آخر يخصه، وذلك بالخزي والحسرة وألم الفراق، فكذلك ما يدل على بقائه على ما سنبين بعد فيما بعد إن شاء الله تعالى. يبقى من حيث الشرع، الشرع دل على أن الإنسان يتألم أو يكون سعيدا،
وإدراك هذه المعاني جميعا وخطاب الشرع للإنسان لا ينبغي أن يعقل. والعقل ليس هو لا يكون بالجسد، وإلا خاطب، وإلا لماذا لا يخاطب الشرع مثلا الجماد؟ أكيد الإنسان فيه ميزة جعلته يفهم خطابات الشرع، وجعلت الشرع يرتب على هذه الخطابات ثواب أو يرتب عليها عقاب. إيه الحاجة اللي امتاز بها الإنسان؟ هي وجود هذه النفس. أما من حيث العقل فمن وجهين: وجه عام يمكن إثباته مع كل أحد، ووجه خاص يتفطن له أهل الخصوص والإنصاف. أما الوجه الأول فهو أن يعلم أن حقيقة الإنسان ليست عبارة عن الجسم فحسب، فإنه يكون إنسانا إذا كان جوهرا، وأن يكون له امتداد في أبعاد تفرض طولا وعرضا وعمقا، وأن يكون مع ذلك ذا نفس، وأن تكون نفسه نفسا يرتزي بها ويحس ويتحرك بالإرادة، ومع ذلك بحيث يكون بحيث يصلح لأن يتفهم المعقولات ويتعلم الصناعات ويعلمها، إن لم يكن عائق من خارج لا من جهة الإنسانية. فإذا التأم جميع هذا حصل من جملتها ذات واحدة هي ذات الإنسان. يعني لو جه حد بسيط، إنسان بسيط مش مؤمن بفكرة أن الإنسان فيه حاجة اسمها الروح، خلاص نقول بكل بساطة كده، إيه اللي بيخلينا نقول على الإنسان إنسان؟ مجموعة حاجات مش حاجة واحدة بس: إن هو فيه جسم، إن هو بيتعلم قابل للتعلم، إن هو بيحس، إن هو بيتألم، إن هو بيعقل الأمور، مش كده؟ كل الحاجات دي مع بعض كده بتخلينا نقول عليه إيه؟ إنسان. مش مجرد بس إن الجسم ليه أبعاد، لأن الترابيزة جسم له أبعاد، الحيوان جسم له أبعاد، أليس كذلك؟ فلا بد من وجود ما يميز هذا الكائن على غيره، واضح كده؟ فالمجموع ده على بعضه، المجموع ده على بعضه هو الذي يجعلنا نقول هذا إنسان، هذه ذات إنسانية. تمام؟ حصل من جملتها ذات واحدة هي ذات الإنسان. فإذا ثبت بهذا أن حقيقة الإنسان لا تكون عرضا، لأن الأعراض يجوز أن تتبدل. قلنا عرض يعني إيه؟ يعني صفة. يعني الواحد يبقى سعيد، بعد شوية يبقى تعيس، مش كده؟ غضبان، دي صفة، بعد شوية يبقى مش غضبان، أليس كذلك؟ بس إيه؟ نعم، حال، أحوال أو صفات يتصف بها الإنسان، تمام كده؟ فالنفس لا تكون عارضة، لأن الأعراض تتبدل، تمام؟ أما إذا كانت جوهرا، يعني الجوهر ده هو اللي بيوصف بصفات، يعني هو الذي يكون محل الصفات، واضح كده؟ فهذا لا يتبدل. لذلك الروح منذ خلقها الله سبحانه وتعالى موجودة مع تبدل الأحوال عليها، مع تبدل صفاتها، يعني صفاتها اللي بيحل عليها التغير، لكن هي في ذاتها لا تتغير، فهي من حيث مثلا البقاء والفناء باقي منذ خلقها الله حتى تقوم الساعة، وحتى الخلود في الجنة أو النار باقية لا تفنى. طب الفناء بيعرض لماذا؟ بيعرض للجسد. فإذا ثبت بهذا أن حقيقة الإنسان لا تكون عرضا، لأن الأعراض يجوز أن تتبدل، والحقيقة بعينها باقية، بل المشاهد هو العكس. المشاهد هو أنه الإنسان رغم تبدل أحواله لكنه في نفس الوقت بينسب تبدل هذه الأحوال لذات واحدة. يعني احنا كأن عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا اهو حاجة واحدة، خلاص حاجة واحدة اهي، هي نفسها، من شوية هي نفسها كانت سعيدة، صح؟ هي نفسها أنا بقول بقت غير سعيدة، صح؟ فأنا بنسب الأحوال رغم اختلافها
لإيه؟ لكيان واحد، لكيان واحد، مش كده؟ فاللي بيحصل هو العكس، إنه مش النفس اللي بتتبدل، لا ده الأحوال، الأعراض اللي حواليها هي اللي بتتبدل عليها. بدليل آخر، إنه أنا رغم اختلاف المظهر لكن أنا عندي يقين إن أنا واحد. هات صورك كده من أول ما اتولدت لحد دلوقتي، كل 3 4 سنين كده حط صورة جنب بعض جنب بعض جنب بعض، هتلاقي إنه ها الشكل مش واحد، لكن أنت على يقين إنك واحد. واضح كده؟ فمعنى ذلك إنه النفس ثابتة، ثم يعرض لها صفات وأحوال مختلفة فهي لا تتبدل. ربما يعني طبعا يعني ده من الفجور والتقوى، ده من الصفات اللي بتعرض ليها. ايه؟ بتوصف بها النفس، بتوصف. ما هو الأعراض معناها إيه؟ معناها صفات، تمام؟ زي بالظبط الألم، خلاص؟ هذا القلم فيه صفة إنه أحمر، تمام؟ ممكن يبقى أصفر، ممكن يبقى كذا، واضح؟ وهي النفس نفس الكلام، هي جوهر، لكن الألم مش هو الحمرة، صح ولا لأ؟ يعني إحنا بنقول قلم أحمر أو قلم أزرق، صح؟ هل الألم هو الحمرة؟ هل الألم هو الزرقة؟ في عندنا قلم ذات جوهر، ماشي، وعندنا ايه حاجة تانية اسمها ايه؟ لون القلم. اللون ده عرض يزوف، يعني الألم ممكن بدل ما انا ألونه بأحمر اخليه اسود، يعني المصنع اللي عمله أحمر فممكن يعمله ايه؟ اسود. واضح كده؟ فالأعراض لا تبقى، لذلك النفس لا يصح أن تكون عرض. هو الإنسان بينفخ فيه الروح وهو ذات منه. ده مش مكلف. موجودة. ما هو فيه النفس أو فيه زي ما قلنا كده قبل كده، فيه العقل الهيولاني اللي هو فيه الروح اللي هي معناها المجرد إن هي وجدت في بدن، وجدت في بدن مش أكتر، لكن معاني السعادة والشقاوة والألم والحاجات دي كلها لسه لم يدركها بعد. لا ما تغيرش، مش فاهم تقصدي ايه. البيبي نفس الكلام، لكن هو نفسه بقاش واعي كده. يعني احنا الفرق بيننا وبينه ان احنا نفسنا ترتاح لهذا وعندنا وعي ده. هو نفسه ترتاح لهذا لكن هو ربما ما عندوش هذا الوعي. يا فندم لغة الروح مختلفة، انت مخاطبة ايه؟ هتخاطبي باللغة العربية مثلا او الانجليزية؟ مخاطبة الروح مختلفة. بعض الناس قال لك ان الكلمات اللي بيلفظ بها البيبي ديت دي لغة الروح الاصلية، الكلمات اللي بينطق بها الاطفال لو قعدوا مع بعض فيهم بيقولوا حاجات لبعض. في ناس بيقولوا الانسان لسه متعلمش لغة فبينطق بايه، بيقولوا دي لغة الروح الأصلية، وبعضهم يقول دي لغة الملائكة. الكلام ده حقيقته ايه الله أعلم، بس ميك سنس يعني ممكن حلو، بس هل هو نقطع بهذا؟ الله أعلم، ما أعرفش، ما أقدرش نقطع بحاجة زي كده. لكن هو طالما في روح، طالما في روح يبقى الروح دي غذائها معروف،
غذائها معروف، ان انت سمعتها قران زي ما انت قلتي لابد انها ترتاح. كونه بقى هو بيعي هذا او لا يعي هذا مش عارف. فبيقول هنا فإذا ثبت، فإذا ثبت بهذا أن حقيقة الإنسان لا تكون عرضا لأن الأعراض يجوز أن تتبدل والحقيقة بعينها باقية، فإن الحقائق لا تتبدل، فإذا ما هو ثابت فيك مذ كنت فهو نفسك، وما يطرأ عليك ويزول فهو الأعراض. فالثابت هو النفس اللي هو أنا بشاور على نفسي، وأنا أعتقد إن أنا وأنا بيبي هو أنا وأنا في الابتدائي، هو أنا وأنا في الثانوي، هو أنا وأنا في الجامعة، هو أنا وأنا بعد ما شعري بيض نفس الشخص. ما بحسش إني خمسة ستة جم بعد بعض، هو أنا نفس الشخص رغم تبدل الصفات. واضح؟ لا مش هو ده الإثبات الوحيد، هو جاب هنا حوالي ستة أدلة. الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده زمان لو فاكرين، طيب ما هي دايما هتلاقي لما نقول زي ما قلنا الألم مثلا كده، خلاص كده الأجسام لا تظهر إلا في أعراض، يعني هي الألم دوت لازم يبقى له طول، والطول ده عرض مش كده، وعرض وده عرض، وعمق وده عرض، ولون وده عرض مش كده، ومكان وده عرض، تمام كده. لكن احنا عندنا يقين ان الألم لا هو طوله مش كده، ولا هو لونه، ولا هو مكانه، ولا هو زمانه، في حاجة اسمها القلم غير كل الحاجات دي. لكن في نفس الوقت هو مجموع الحاجات دي كلها، زي بالظبط الواحد لما يقف قدام مراية خلاص لا يقدر يقول ده أنا، ولا يقدر يقول مش أنا. يعني إيه هي بصمة النفس؟ اللي يدل على وجودها؟ يعني حضرتك بقى جاوبي على السؤال ده، لان احنا بقى لنا مرتين بنتكلم في الموضوع ده. اتفضلي جاوبي. هو نفسه ده لا يعلم، لكن احنا لذلك احنا لو تفتكر احنا قلنا هنا ما هو ايه قال، هو اخفى شيء في الحس واظهر شيء في العقل. فاكر لما قلنا كده؟ يعني احنا نشوف اثار الروح كويس قوي، تمام كده، لكن لما نيجي بقى نمسكها لأنها من أمر ربي. حضرتك عايزة شكل النفس إيه؟ تمام؟ بعضهم قال إن هي جوهر سيال يسري في البدن كسريان الماء في العود، حاجة كده زي المية أو الطاقة أو الهواء اللي دخل في كل جزء من جزئيات الجسم. وبعضهم قال إنه هذه النفس بتشرق في على الإنسان زي الشمس كده، مفيش حاجة جوه الإنسان، مفيش حاجة موجودة جوه الجسم، لكن هي بتشرق من بعيد زي بالظبط كده الشمس، ما أنا بيجيلي ضوءها فبتشرق عليا، بينما الضوء اللي قدامي ده مش هو الشمس، ولكنه إيه؟ إشراق من ماذا؟ إشراق من الشمس، تمام كده؟ فاتكلموا في ده كلام كتير، ما تقدريش تمسكي
ولا تجذيب ولا واحد منهم. الدخول في الحاجات دي دخلنا في في امور مش هنقدر نجزم بحاجه منها. يعني معنى الكلام ده ان كلها كل الناس حاجه واحده مش مختلفه، وبعدين الاعراض هي اللي بتميزها، هي اللي بتميز نفسها عن نفسها. لا احنا ما بنقول النفس واحده، يعني اصل النفس عند كل البشر واحد. نعم، لكن اللي بيميزها الاعراض من شخص لشخص. كويس، ده سؤال حلو قوي، ده سؤال كويس خالص. احنا لما بنقول النفس واحده نقصد بها انها واحده عند كل انسان. طيب، يعني عند كل انسان هي واحده، بحيث أنا بقول أنا هو أنا من صغر لحد كبري، وأنا هو أنا وأنا بتحاسب يوم القيامة وأنا مش حد تاني، في خط كده مستمر. تمام؟ طيب، هل أصلها واحد؟ لو قلنا أصلها واحد بمعنى إن كلها خلق من خلق الله، نعم. لو قلنا أصلها واحد بمعنى إن كلها مقالها واحد، استعداداتها واحدة، لا. إن ربنا قال لنا إن لما خلق الخلق قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فإذا استعدادات النفوس لقبول الصفات مختلف. واضح؟ يبقى إذا لما نقول النفس واحدة إحنا بنقصد بها بالأساس النفس اللي موجودة عند كل إنسان، فنفسه واحدة مش متبدلة. يعني نفس أحمد واحدة، ثم نفس محمد واحدة، ثم نفس علي واحدة، مش متبدلة، ما بتكبرش ولا بتصغرش. واضح كده؟ لو قلنا بقى هل النفس واحدة بمعنى إن كل النفوس أصلها واحد، الإجابة نعم، إن كلها خلق من خلق الله وكلها أشهدها الله على نفسه. لو قلنا هل هي نفس واحدة بمعنى ان الاستعدادات لقبول الصفات واحد او قبول الاعراض واحد، الاجابة لا، الاستعدادات مختلفة. يبقى هو اللي بيميز كل نفس عن نفس هو استعداداتها ومقاسها. نعم، اللي بيعمل البصمة كل نفس. نعم، ده صحيح. كل قد عقنا كل نصر لما خلق له، وعشان كان النفوس انقسمت بحسب الفعل في الدنيا، وانقسمت قبل الخلق بهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وانقسمت في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. إثبات إنها واحدة هو إنه هيتحاسب، فبالتالي لا يعقل إنه شخص يكون مسؤول عن نفس ثانية، أو النفس من النفس لازم تكون واحدة عشان يتحاسب. لا، هو هي واحدة لأنها لا تتبدل ولا تتغير، والإنسان يشعر بهذا في نفسه، يعني لأن هي بتعرض عليها الصفات. كل الإنسان سيحاسب، ده أظنه أمر، يعني أمر آخر أو خارج المسألة. النفس واحدة، عشان الناس اللي عندها خلل بهذا الشيء يكونوا شايفين هما كذا نفس الوقت. لازم يبقى في بيزس أقنعهم بيه انه ده ان دي حقيقه، فبالتالي في مشكله هنا محتاجين ندور عليها، مش انه هي دي حق. مين بيشوف انه كذا نفس؟ اللي هو عنده شيزوفرينيا، اللي هو الايه، شيزوفرينيا ولا ايه؟ هو يعني لا خرج من تقسيم كده، هو يعني هو شخص عنده خلل عقلي، وبالتالي مناقشته منطقيا اصلا مش لنفسه، وفي خلل عقلي بيخليه هو يعني بيحصل انقسام في النشاط العقلي. هو فعلا بيتصرف ويتكلم، واحيانا بتعرض عليه حاجات جسمانيه لعده اشخاص. طب دوت، هل دوت بنعتبره عاقل ولا مجنون بحسب التقسيم اللي احنا قلناه؟ هو يعتبر يعني لا، بيصنف الامراض العقليه وبيعالج دوائيا، وبعدين في حالات منه بيصبح لما تبقى يعني تحت الحكم الفني ان هي تعالج علاجا. لا، هو بالنسبه للتقسيمه اللي احنا عملناها، لو في الحاله دي، في الحاله دي فهمي ان هو ممكن العقلي مش مكلف، ما بيميزش بين الحكم العادي والحكم العقلي. لا، ممكن يكون مثلا 2 او 3
ثلاثة، فهو كل واحد منهم بيميز. لكن هو الأصل فين؟ قبل ما يطلع عليه المرض هو مش بيبقى مدرك ان هذا ممكن يكون علاجه، يعني الشخص اللي وصف الديسوشيتيف ديس اوردر عشان جاي من منطلق معين فشايف ان حل كل حاجه دواء او ان كل مشكله جايه من العقل. ممكن احنا نعرفش الكونتكست، انا مش بقول كده عن فيها، انا بقلل عشان بقول احنا محتاجين نشوف. ممكن يكون انا محتاجه اقنع الثلاث اشخاص اللي فيه مشكله. لا انا عايز اسمع عن الحاله ديت او اقرا عنها. اقرا عنها فين او اشوف فين؟ فيلم ايه؟ لا بس الفيلم ده مش يعني ايه بتاع الف مبروك ولا ايه؟ لا مش دقيق. ليه؟ الحاجات دي حقيقيه ولا هي حاجات خياليه؟ طيب حد فيكم قابل حد من الشخصية دي؟ عايزين حاجة واقعية. ايه اللي حصل بالضبط بعد اذنك؟ وهي عايشة بشكل معين بثقافة معينة وبعدين بيطرق عليه حاجة. ده اللي شبه الفيلم بتاع سعاد حسني اللي كان جه زمان اللي هو اسمه ايه؟ هو ده؟ هو ده؟ اللي هي كانت بالليل تخرج من البيت وتروح اماكن وبعدين ترجع تبات تاني في بيتها وتصبح الصبح مش فاكر. هو نفس الفكره كده. طب البنت بقى اللي انت كنت تتعامل معاها كان ايه وضعها؟ هي يعني بتقوم بتصرفات شخصيه مضاده تماما من غير وعي. لا هي يعني هي عارفه هو الاهل بعد كده بيقولوا لها. فهي بقت عارفه ان مفيش حد بيعمل كده. بس هي طب هي في الفتره اللي هي بتعمل تصرفات شخصيه تانية بتبقى فين؟ هي بتبقى غايبه عن الوعي او هي بتقول لك الفتره دي انا ما عنديش فيها ذاكره او مش فاكره كنت فين او كنت نايمه؟ لو ما حدش قال لها مش يعني دلوقتي يبقى عندنا 5-6 ساعات مثلا في اليوم هي مش عارفه كانت فين فيهم ولا راحت فين ولا جت منين. طب لما الحاله دي بتخلص بترجع زي ما كانت تماما من غير اي احساس باي حاجه؟ هي نادرة جدا، مش هقول. وفيها مشكلة إنه في ناس بيستعينوها بإتقان، يعني هي ممكن حد يعني تشخيصها، يعني لازم تشخيصها برضه صعب. هي موجودة. طب دي أنتوا عندكم بتشخصوها إزاي أو بتقولوا عليها إيه؟ لا يعني دي سببها إيه؟ سببها إن أنا يعني هو خلل عقلي، أنا مش عارفة تفاصيله لأن أنا مش طبيبة. طب ودي العلاج المتبع ليها بيبقى ايه يا فندم؟ المفروض انه علاج دوائي. علاج دوائي وممكن لو حاله يعني ده مثلا معناها في الحمل ممكن يبقى في علاج نفسي بتتحكم في التصرفات لان هي تتعرف تتنبا ان هي. هل بتوصل لمرحله ان تدرك الشخصيتين؟ العلاج الدوائي ده بيوصلها لمرحلة إنها تدرك إن هي النهاردة كانت كده وبكرة كانت كده أو هتبقى كده؟ لا هو المفروض إن يلمع إن هي أصلا تدخل في لا أنا أقصد في المراحل، يعني في مراحل العلاج هل منها قبل ما نمنع هل منها إن هي تبقى عندها وعي بالشخصيتين؟ فانا بستخدم الادويه دي، فانا ده حاله تسديد للافراز.
لان زيادته بيعمل تفكير مختلف، وقلته بيعمل حزن شديد واكتئاب وبرضه تفكير مختلف. هو بيثبت لها الحاله وممكن يعمل معاها علاج نفسي ما ينفعش معاهم قوي الا التحليل، لانه بيطلع بقى من الاعماق سبب المشكله دي. تحليل ايه؟ تحليل نفسي؟ حد فيكم قابل الشخصيه دي يا اخوانا؟ كانت الحاله اللي معاكي ازاي؟ لا ما انا مش معايا. حد تعرفي كانت ازاي حالته؟ طيب فجاه بتجيله نوبات من ان هو بيعمل حاجات معينه مع ناس معينه انا ما اعرفش حقوقها، مش حاجه. هو بعد شويه بيعترف ان هو عمل الشيء ده، هو ما كنتش واثقه ان هو ان ده تحليل الحاله، لحد ما هو راح للدكتور وهو قال له انه عندك ده. فالمشكله في الادويه انها بتخلي ناس يعني بتنهلهم حياتهم، مش بيعمل حاجات الغلط، بس هي ما بتبقاش علاج، لانه الشخص لما بيتحط في ضغوطات معينه ممكن برضه يطلع بره هذا الشيء، وبتبقى مشكله ثانيه. لانه انا بس ده الكلام، انا تحليلي مش اتقال لي، يعني بتبقى مشكله ثانيه، لانه احساس طب انا مين؟ انا شخص بيعمل حاجات الشديده ولا الشخص اللي بيعمل حاجات طيبه، ولا هو ايه اصلا شديد وايه طيب؟ عشان كده مثلا الناس اللي بتشكك في كل شيء هو مش لازم بيكون هو قصده انه يعني هو بيكون ده حله للمشكله ثانيه هو مش عارف يحلها، فده الحل اللي عارف يوصل له. فانا شاكك في كل شيء عشان ما اطلعش ان انا شخص شديد قوي كده. فعشان كده يعني عشان بقول انا محتاجه اعرف هل احنا عندنا اثبات انها نفس واحده؟ فالاثبات ده مثلا هو القران ان هو نفس واحده، واثبات تاني للاخر ده البيزز اللي قبليه، ان ده موجود. فبالتالي احنا محتاجين نكتشف بقى هو احنا وصلنا لده ازاي بالظبط. هي نفس واحده بادله. الشيخ هنا قال ابو حامد الغزالي بيقول وذلك ثابت من جهه الشرع والعقل. فهي نفس واحد، يعني كل انسان فيه نفس واحد، لكن الحالات اللي بتعرض للشخص اللي هو disorder دوت دي اعراض برضو بتعرض للنفس الواحد. فهي واحدة عشان الشرع والعقل اللي هو المنطق، اللي ما ينفعش حاجة تبقى ليها حاجتين في نفس الوقت. لا مش هنقول ايه؟ ما هو الشخص ده مش كده، الشخص ده بيحلش في مكانين في نفس الوقت. هي نفس واحدة لكن ما بيبقاش الاثنين عمره في وقت واحد. ماشي، ما هو دلوقتي زي بالظبط كده، انا هو انا وانا صاحي، وانا هو انا وانا نايم، فنفس الفكرة. لا هو عنده مشكلة في حاجات مش عارف يعملها في الوعي، فبيخرج من منطقة الوعي دي خالص ويشتغل باللاوعي وينسى الفترة دي. طيب هو في الحالتين انسان عاقل؟ هو عاقل لحد يعني يعني الاخت اللي هي كانت بتخرج من حالتها حاله السواء دي، اللي هي حالتها اللي هي الخط اللي ماشي عليه على طول، الحاله الثانيه اللي هي مضاده تماما وهي بتعمل المضاد تماما. نعم، هي عاقل. لو قلنا لها ده حرام او ده حلال او ده صح او ده غلط، عارفه ولا مش عارفه؟ طيب يبقى هو المسألة هي ايه هنا؟ ثواني، المسألة هنا هي ايه؟ اللي بيعرض للشخص دوت هو ما يعرض لنا جميعا. يعني النهاردة انا والله طائع، وان رمضان داخل وبتاع وهنصوم، بعد رمضان نسبة الايمان بتاعتي هتفضل تقل شوية، مش هتبقى زي ما هي. بعض الناس تفضل تقل بحيث بعد رمضان بست شهور ابقى شخص تاني، او بعد خمس سنين ست سنين ابقى شخص تاني. لكن ده بيحصل عندنا احنا كبني ادمين بالتدريج، عنده هو بيحصل بسرعه. فهو اللي بيحصل مع الشخص ده هو اللي بيحصل مع كل البشر، تقلب. لكن هو ايه اللي بيخلينا نلاحظ الشخص ده عليه مريض؟ انه ده بيحصل معاه بطفره بسرعه من غير تدريج. الشخص ده نفسه، معذرة، الشخص ده نفسه في الحالة الثانية لو قلنا له انت فلان ابن فلان، لا هو ما بيبقى
طب واهلها اهلها في البيت يعني ما هي بتصحى كل يوم في نفس البيت فازاي اسم اخر مش شرط تكون عارفين الأب يعني اللي توصلوا هو يكتب طيب احنا كده الافلام النهارده ما شاء الله عليها كتير لازم نشوف الفيلم ده لان في علاج نفسي كده طيب حضرتك حطيه بعد اذنك في الجروب ده يبقى كله يعني يصلح للمشاهده بس الجزء اللي فيه المهم قوي لو لقينا منه فيديو كليب اس واي دي اي ال المهم جدا اللي فيه اللي هو فعلا فده عشان كده احنا كمان قلت ان هي بتبقى قاعده معانا تتكلم معاها ازاي وازاي تسالته احنا ممكن نختار منه مشاهد ونشوفها مع بعض ماشي يعني اللقطات بتاعه بالذات العلاج النفسي ممكن تتكلم معاها وطلعت كلام من هو ده اللي اتخذ منه فيلم الف مبروك معرفش الف مبروك ده الفيلم بتاع الف مبروك هو ازاي في صام حاجه تانية طيب مش اي حد يشوفه طيب لازم نشوفه يعني نشوف كده حاجه مهمه لازم نشوفها خاصه طرق العلاج يعني احنا الاول هو دايما في عندنا قاعده كده الحكم على الشيء
فرع عن تصوره. انا لحد دلوقتي ما عنديش بصراحه تصور كامل عن الحاله. طب الناس اللي بيدرسوها عندهم تصور كامل؟ ما بالظبط بالظبط هو ده. فاحنا هنشوف يعني توصيف الحالة دي من عيونهم برضو بنظرتهم هم برضو يعني. بس الفكرة بس احنا هننظر للمرض انه هو او ده كان سؤال انه اصلا في حاجة اسمها مرض نفسي ولا لا. احنا محتاجين نناقش في ده الموضوع في مرض في مرض نفسي طبعا مرض امراضي انا قصدي احنا اظن جاوبنا على السؤال ده قبل كده وقلنا انه كل الناس مرضى بدرجة او باخرى لكن بيتفاوت المرض من انسان لاخر. وقلنا ان احنا الرؤية الاسلامية لان كل الناس مرضى لحد ما يتخلصوا من امراض قلوبهم. اللي بيحصل ان هم هناك في الغربيين ما بيصنفوش انه الانسان مريض نفسيا الا اذا حياته توقفت او ما بقاش ينتج لانه النظرة التجارية مهيمنة ومسيطرة. احنا بالنسبة لنا انه احنا نظرتنا ليه النجاة في الاخرة فاحنا بنعتبر انه حتى وان كانت حياته ماشية فهو مريض يحتاج الى علاج. فهو من ناحية ان في مرض نفسي نعم في مرض نفسي لكن باي معنى؟ انا قصدي يعني هو احنا دلوقتي الحالة دي متسمية مثلا اللي هو dissociative disorder. هل احنا هتبقى تسميتنا ليها نفس التسمية؟ بسؤال مش عارف يعني ممكن تكون ما قصدي محتاجين نعرفها يعني او هي بالنسبة لنا هتبقى اسمها مرض نفسي ولا خلل عقلي ولا مرض جسدي يمكن لكن ليه التجليات دي؟ يعني هو ممكن الواحد يبقى معدته بتوجعه فما يقدرش يروح يصلي. واضح؟ فده نفس الكلام ده مرض جسدي يعني لكن المرة دي في الكيمياء بتاعت المخ او في الافرازات بتاعت المخ. يعني ده المعدة بتاعته ما هضمتش الطعام فعملته مغص او امساك او اي حاجة. وفي اخينا الثاني دوت الافرازات هنا كانت زيادة او اقل فعملت له نفس الموضوع. فممكن يكون مرض بدني لكن ليه الاثار اللي هي الافعال ديت المختلفة. فبناء على الافعال ديت بنقول والله هو يكلف او لا يكلف يخاطب او لا يخاطب وكل حالة تدرس اعتقد كل حالة تدرس لوحدها. ومش هنقدر برضو اظن يعني مش هنقدر ناخد التوصيف الغربي للامراض ديت مسلم. يعني احنا محتاجين نطلع عليه مهم جدا نطلع لكن لازم يبقى احنا لينا تعامل مباشر مع الشخصيات دي الميداني. كويس ده بيتفق مع اللي احنا قلنا النهارده. اعتقد انه الانسان مخلوق متفرد. طيب مش عايزين نطول عليكم الساعه قربت من 9 نقف هنا نبدا المره الجايه من الوجه الثاني ونكمل ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.